طيب احنا كده كده ان شاء الله هنعمل كده ريفيو سريع على اللي خدناه امبارح، وهنبدأ اللاب بتاعنا النهارده ان شاء الله. طيب النهارده هنتكلم ان شاء الله عن الماشين ليرنينج فاونديشن، وهيكون معانا لاب ان شاء الله نعمله كلنا مع بعض زي ما احنا متعودين بإذن الله. طيب هناخد بس الاول كده انتروداكشن على الماشين ليرنينج. طيب الفرق تاني ما بين الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج والديب ليرنينج، عشان امبارح اللي دخل متأخر شوية، او عشان الناس اللي هي كانت عايزة اعادة تاني على الانترودكشن ديت ان شاء الله. طيب يعني ايه الفرق ما بين الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج والديب ليرنينج؟ الارتفيشال انتليجنس يا جماعة ده عبارة عن التكنولوجي اللي بتخلي الماشين تفكر زي الانسان، مش لازم تكون ماشين ليرنينج، ممكن تكون بالاستراكشر بروجرامينج لانجويج العاديه زمان. يعني مثلا احنا بنسمع عن زمان، من زمان قوي، ان احنا بنلعب شطرنج مع الكمبيوتر، تمام؟ ده ارتفيشال انتليجنس، بس ما كانش اياميها لسه في ماشين ايه ليرنينج، فده كان عباره عن شويه احتمالات بتتحط جوه الكمبيوتر، والكمبيوتر بيبدأ يبيهيف زي الايه، زي البني ادم. فده الارتفيشال انتليجنس. جوه بقى الارتفيشال انتليجنس عندنا الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج بقى مش مجرد كود، الماشين ليرنينج عبارة ان احنا بندي للكمبيوتر بتاعنا، بندي له داتا كتيرة جدا قديمة عندنا او موجودة من زمان عندنا، بندي له داتا كتير جدا، وهو من جوه الداتا دي بيقدر يخرج البريدكشنز بتاعته، او يقدر يخرج اللي هو المفروض يعمل ايه. وده بنمثلها في الشطرنج، زي ان انا مثلا قعدت الكمبيوتر، جبت الكمبيوتر ناس كتير قوي لعبت مع بعض شطرنج، او هو ايفن حتى لعب مع ناس كتير قوي شطرنج، من الداتا دي يقدر يجيب احتمالات كتيرة جدا، سواء من ناس لعبت مع بعض قبل كده، او سواء هو نفسه الكمبيوتر كان بيلعب مع ناس قبل كده. الديب ليرنينج ده طبعا لازم يستخدم نيورال نتوركس، وده الكمبيوتر بيبدأ يتعلم من النيورال نتوركس ديت. النيورال نتوركس هي بتبقى عبارة عن لايرز، وكل لاير بتدي الداتا للاير اللي بعدها. ودي نقدر نمثلها ان مثلا في لعبة الشطرنج، ان الكمبيوتر لعب مع نفسه كتير قوي، فلما لعب مع نفسه كتير اتعلم من كتر ما هو لعب مع نفسه. فدول الفروق ما بين الارتفيشال انتليجنس وما بين الماشين ليرنينج وما بين الديب ليرنينج. طيب احنا ممكن نخلي الاسئله في الاخر بس شويه يا جماعه، عشان ما ناخدش وقت ولا ايه؟ هستأذنكم بس. طيب طيب زي ما اتفقنا في الماشين ليرنينج، ان الكمبيوتر بيبدأ يبقى عنده داتا كتيره جدا جدا جدا، تمام؟ من الداتا دي بنبدأ نكريت حاجة اسمها ايه؟ موديل. الموديل ده هو اللي بنستخدمه عشان نبدأ نبريدكت بيه المستقبل. يعني مثلا انا عايز اعرف مثلا سعر السهم مثلا في شركة معينة في البورصة هيكون كام مثلا الاسبوع الجاي او الشهر الجاي، فببدأ اديله مثلا الداتا بتاعت ال10 سنين اللي فاتت، فيبدأ هو يشوف الباترن بتاعت العلو والنزول بتاعت السهم ده خلال الفترة اللي فاتت، فيبدأ يتوقع ايه هيكون سعر السهم في الفترة اللي جاية. طيب ايه انواع الماشين ليرنينج اللي عندنا؟ الكمبيوتر بيتعلم ازاي يا جماعة؟ الكمبيوتر بيتعلم زي الطفل. الكمبيوتر بيتعلم زي الطفل ما بيتعلم. الطفل ممكن بيتعلم ازاي؟ بيتعلم بثلاث طرق مختلفة. اما ان الطفل ده بيتعلم عن طريق مدرس، ان انا بجيب له حد بيعلمه، سواء ده مدرس في المدرسة او سواء الاب او الام، هم اللي بيعلموه، فبيبقى عنده ديتا اوريدي متعلمة، او بنسميها ليبلد ديتا، هي دي اللي بيبدأ يتعلم ايه منها. يعني مثلا انت عندك مثلا تقول للطفل مثلا ايه، لا انت لو شفت الشكل ده يبقى تفاحة، لما بتشوف الشكل ده بيبقى كوباية. احنا بنعلم اطفالنا بالطريقة دي، هو نفس الفكرة بالظبط، الكمبيوتر بيتعلم بنفس الطريقة، بديله شكل تفاحة وبقول له دي اسمها تفاحة، بديله شكل البرتقانة وبقول له دي شكل برتقانة،
بديله ان دوت فرود ترانزاكشن او ترانزاكشن فيها احتيال او تضليل او يعني نصب يعني، وبقول له شكل الترانزاكشن ده لما تشوفه يبقى ده فرود، يبقى دوت في حد عايز يحتال على البنك او عايز يحتال على الشركه. فانا بديله ديتا، الديتا دي بقول له كل واحده فيها عباره عن ايه. يعني مثلا اجي اقول له ان الترانزاكشن دي فرود، الترانزاكشن دي لا دي كويسه دي ما فيهاش حاجه، ترانزاكشن دي فرود، دي فرود، لا دي كويسه دي كويسه، دي فرود دي كويسه. اديله بقى داتا بالالاف من الكلام دوت، يبدا هو يطلع الباترن بتاعت الديتا اللي هو يقدر بعد كده لما يشوف نفس الباترن ده يبقى ده غالبا هتكون بعد كده ترانزاكشن فرود او مش هتكون ترانزاكشن فرود. الطريقه التانيه اللي بيتعلم بيها الطفل هي بالذكاء او بالفطره بتاعته، unsupervised ايه learning. هو هنا انا ما بديلوش داتا متعلمه او ما بديلوش ليبل داتا، هو الطفل بيستخدم ذكائه تمام او بيستخدم الفطره بتاعته عشان يبدا يتعلم حاجات، فده بنسميها ايه؟ بنسميها unsupervised learning. الطريقه الثالثه اللي بيتعلم بيها الطفل هي طريقه التراي اند ايرور. الطفل مثلا بيلمس حاجه سخنه فبيتلسع، فبيعرف ان ديت حاجه غلط بالنسبه له او حاجه مش كويسه بالنسبه له فما بيعملهاش تاني. هي ديت بقى اللي احنا بنسميها reinforcement ايه learning، ان انا بقول للكمبيوتر لما بيعمل حاجه صح بديله ريورد، بديله سكور، بقول له انت كده عشان عملت الخطوه دي صح انا هديك 10 درجات، لكن لو عملتها غلط انا هنقصك درجتين. فيبدأ دايما الكمبيوتر ماشي بحيث ان هو دايما عايز يعلي السكور بتاعه، فدايما لما بيعمل الغلط ما يعملهاش تاني، فدايما يشوف الداتا حواليه او بيشوف الانفايرمنت حواليه تمام، يشوف يجرب يعمل حاجه لقى ان السكور بتاعه عالي، اه يبقى انا لما هبقى بعد كده بقى في المستقبل لما ابقى في نفس الموقف ده انا هاخد الخطوه دي. ليه؟ لان انا عارف ان الخطوه دي دايما بتزود لي السكور بتاعي، لكن لو انا جاي اعمل خطوه او جاي اعمل حاجه وانا قللت له السكور لما يبقى في موقف مشابه بعد كده في المستقبل هو مش هيعمل الخطوه دي. ليه؟ لان عارف ان الخطوه دي لو هو عملها هتقلل السكور بتاعه. فدول الثلاث طرق عندنا بتوع التايبس بتاعه الماشين ليرنينج. طيب السوبرفايزد اللي هو بقى اللي محتاج تيتشر، اللي محتاج معلم، اللي هو اللي انا بديله ليبل دي داتا، اللي انا باجي اقول له دي شكل التفاحه او دي شكل البرتقانه، او باجي اقول له ترانزاكشن دي فرود او ترانزاكشن دي مش فرود. عندنا منها نوعين بنستخدمها في حاجتين، يا اما ان انا اقدر اعمل كلاسيفيكيشن يا اما ان انا اقدر اعمل ريجريشن. ريجريشن يعني هنا هو انا بعمل بريدكشن او بتوقع رقم، بتوقع نمبر، انما كلاسيفيكيشن انا بتوقع كلاس. فمثلا لما اجي اقول لك الترانزاكشن دي فرود ولا مش فرود، ده كده عباره عن كلاسيفيكيشن، باينري كلاسيفيكيشن، يا اه يا لا، يا الترانزاكشن دي فرود فيبقى اه يعني واحد، او الترانزاكشن دي مش فرود يبقى زيرو او نوت ايه فرود. ممكن برضو بستخدمها في الايمج ريكوجنيشن، بستخدمها في الكاستمر ريتينشن. الايمج ريكوجنيشن ازاي؟ الايمج ريكوجنيشن لو انا الصوره عايز اعرف مثلا فيها تفاحه او لا يبقى ده باينري كلاسيفيكيشن، لكن لو عايز اعرف اللي في الصوره دي هي برتقانه ولا هل هي تفاحه ولا هل هي موزه يبقى دوت انا بتكلم على مالتي ايه كلاسيفيكيشن. انا عندي اكتر من كلاس وعايز الكمبيوتر بتاعي يعرف الصوره اللي عندي في انهي كلاس منهم. طيب انما الريجريشن زي ما قلنا ان انا بتوقع نمبر، ودي ممكن مثلا استفيد بيها في البرودكت سيلز تمام، انا عايز اتوقع مبيعاتي من برودكت معين هتكون كام عبوه الاسبوع الجاي او الشهر الجاي، او مثلا درجه الحراره الاسبوع الجاي هتبقى عامله ازاي، او مثلا الماركت فوركاستنج ده مثلا عايز اعرف سعر السهم هيبقى عامل ازاي، او البوبوليشن جروث انا عايز اعرف التعداد السكاني لمصر سنة 2050 هيكون ازاي، ان انا ابقى مديله داتا كتيرة في السنين اللي فاتت يبدأ يشوف ايه معدل النمو بتاع السكان عامل ازاي، فيقدر يتوقع سنة 2050 هيكون عدد السكان في مصر كام. يبقى هو دوت السوبرفايزد ليرنينج. خدوا بالكم ان السوبرفايزد ليرنينج لازم تكون عندي داتا
والداتا دي لازم تكون ليبلد، عشان احنا هنا عندنا معلم، عندنا تيتشر، انا بديله الداتا متعلمه، بقول له ايه الفرد وايه اللي مش فرد، بديله صوره التفاحه وبديله صوره الايه البرتقانه. فانا بديله الاول الصور ليبلد، الصور معمول عليها كل واحده عباره عن ايه، فلما يشوف نفس الباترن ده تاني يقدر يعرف اذا كانت دي برتقانه او تفاحه، او اذا كانت الترانزاكشن دي فرد او نون فرد. الانسوبرفايزد عندنا منه برضو حاجتين زي الكلاسترينج والدايمنشناليتي ريدكشن. فمثلا الكلاسترينج ان انا اقدر اعمل كاستمر سيجمنتيشن، انت عندك سي مثلا مجموعه من الكاستمرز، انت مقسمهم كاستمرز كويسين وكاستمرز وحشين مثلا، هو ده اللي انت مقسمه. انا ممكن اقول للكمبيوتر لو سمحت، او اقول للانسوبرفايزد موديل بتاعي لو سمحت قسم لي العملاء دول تاني مثلا على 4 جروبس او على 5 جروبس، يبدأ هو يقسمهم تاني بشكل على حسب الداتا اللي ريليتد بكل كاستمر عندك، يبدأ هو يطلع لك مجموعات من الكاستمرز انت اصلا ما كنتش حاططها في دماغك، او انت اصلا ما كنتش بتفكر ايه فيها. فممكن مثلا يطلع لك، لا والله هما مش كويسين ووحشين، بس هو في كويسين قوي وفي كويسين بس وفي كويسين نص نص، وفي وحشين وفي وحشين قوي وفي وحشين قوي قوي. فبيبدأ يقسم لك الكاستمرز بتوعك بشكل انت اصلا ما كنتش عامل الحساب الموضوع ده في حساباتك. ممكن برضو ان انا استخدمه في البرودكت ريكومنديشن. انتوا عارفين يا جماعه امازون والحاجات دي او الاي كوميرس ابلكيشنز ما بتقسملكش بس على حسب انت اشتريت ايه وزميلك اللي قبلك او اللي زيك اشترى ايه، لا هو كمان بيشوف الكليكات بتاعتك على الابلكيشن، تمام؟ على حسب انا والله مثلا كل ما بشوف صوره موبايل بعمل عليها كليك، انا كل ما بشوف مثلا صورة خلاط بعمل عليه كليك. على حسب الكليكات دي انا اقدر كمان اقسم لك الايه الكاستمرز بتوعك، واقدر اعمل لهم ريكومنديشن على حسب الكليكس او الانترستس اللي هم عمالين يضغطوا عليها. الدايمنشناليتي ريدكشن ان انا بقدر ان انا اقلل الفيتشرز بتاعتي. هنشوف دلوقتي يعني ايه فيتشرز ان شاء الله، تمام؟ ودي بنستخدمها دايما في الفيجواليزيشن والناتشرال لانجويج بروسيسنج. بص يا جماعه، الانسوبرفايزد ماشين ليرنينج كمان ممكن بيكون بستخدمه في ليفلز اقل من السوبرفايزد ماشين ليرنينج الجوريزمز، عشان بحضر الداتا بشكل معين او بطريقه معينه للسوبرفايزد ماشين ليرنينج. فمثلا هتلاقوا ان احنا بنستخدم الدايمنشناليتي ريدكشن مثلا مع الناتشرال لانجويج بروسيسنج، خلاص؟ ان انا عندي حاجه اسمها امبيدنج ووردز، خلاص ان انا بقدر استخدم الدايمنشناليتي ريدكشنز عشان اعمل امبيدنج ووردز، والامبيدنج ووردز ده بيبقى موديل لوحده، بس ده اللي اقدر استخدمه بعد كده مع الناتشرال لانجويج بروسيسنج. وبقى الموضوع بقى كبر اكتر دلوقتي ان هم بداوا كمان بيستخدم في الجينيريتيف اي اي، زي ما هنتكلم ان شاء الله في الوقت بتاع الجينيريتيف اي اي. فده مثلا شكل الكلاسترينج، ادي شكل الداتا. الكمبيوتر بقى او الموديل بتاعك هو اللي هيبدأ يقسم لك الداتا بالطريقه دي على حسب الباترنز بتاعت الداتا، هيبدأ يعمل لك كلاسترنج للداتا بتاعتك، او بمعنى اصح او ابسط هيبدأ يقسمها لايه لجروبس كده، وكل جروب بيكونوا مشتركين في الداتا باترنز بتاعتهم. الريينفورسمنت زي ما قلنا هو بيشتغل بالفكره بتاعت التراي اند ايرور، تمام؟ وده ان شاء الله برضو هنتكلم عليه شوية لما نيجي ان شاء الله للجزء بتاع الديب ريسر، تمام؟ الديب ريسر كله طبعا معتمد على الري انفورسمنت ليرنينج، وده زي ما قلنا ان انا بشتغل بفكرة التراند ايرور. يعني مثلا العربية هنا عندي ماشية، تيجي العربية تطلع بره، هروح مديها سكور بالنيجاتيف، فتبقى هي عارفة انها بعد كده لو خرجت عن المسار في الوضع ده يبقى هي، او خرجت بره، السكور بتاعي هيقل، فتبقى ده فتروح المره الثانيه مجربه الناحيه الثانيه، اروح برضه للسكور بتاعها تاني، فهي تعرف ان هي لما تبقى في الوضع ده هي ولا هتدخل يمين ولا هتدخل شمال، هي جربت المره دي في انها تمشي على طول، لقت السكور زاد، يبقى انا لما بمشي في السيتويشن دي لما بمشي على طول انا ايه؟ انا باخد سكور اعلى، فلما تبقى في نفس الوضع تاني في المستقبل تاخد القرار انها تمشي على طول، لانها جربت قبل كده تدخل يمين ف السكور بتاعها قل، او دخلت شمال في السكور بتاعها قل، فبنفضل ماشيين على طول. هو دوت اللي امبارح باشمهندس محمد صلاح كان بيقول عليه، ده اللي احنا بنسميه
في الوقت دوت الايجنت ده اللي احنا بنسميه ايه؟ الايجنت. فبيقول لك احنا بنستخدم امتى reinforcement؟ بيقول لك لما يكون الاوتكم معروف بس الطريقه مش معروفه. يعني انا عايز العربيه دي تمشي من هنا، تمشي في انا عايز العربيه دي تمشي من هنا لغايه النقطه دي، انا عارف الاند بوينت بتاعتي هنا تمام، بس انا مش عارف اروح لها ازاي. تبدا العربيه تجرب، والله انا وانا في الموقف ده هدخل يمين، غلط هقلل الايه الفاليو، لا هخش الناحيه الثانيه هقلل، همشي على طول السكور بتاعي زاد، وهكذا اقعد اجرب تراي اند ايرور لغايه لما افضل ماشي 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 في الطريق الايه الصح. طبعا ده ما بيجيش من تجربتين ثلاثه، ده بيجي بتجارب كتير ورا بعض، وبناء عليه هو كل مره بيسجل السيتويشن اللي هو فيها والطريق الصح اللي المفروض ياخده عشان ياخد الطريق المظبوط. الدايمنشناليتي ريدكشن يا جماعه هي عمليه لتقليل الفيتشرز. خلاص هنتكلم دلوقتي يعني ايه فيتشرز. فيتشرز هي البارامترز اللي بتخش للموديل بتاعي. يعني مثلا انا عايز اعرف مثلا تمن الشقه دي كام مثلا، فبيكون على حسب الموقع، بيكون على حسب المساحه، بيكون على حسب عدد الحمامات اللي فيها، على حسب عدد اوض النوم اللي فيها تمام، على حسب المنطقه، كل الكلام ده دول كلهم بنسميهم ايه؟ بنسميهم فيتشرز. الفيتشر دي هي اللي بتاثر على البريدكشن بتاعي في الاخر. طبعا في بعض الاحوال، في بعض الاحيان بتكون الفيتشرز دي عددها كتير جدا، بتوصل للالاف. مش لازم ان عدد الفيتشرز لما يبقى كتير ده مش بيكون كويس للموديل، فبحتاج ان انا اعمل حاجه اسمها دايمنشناليتي ريدكشن، ان انا اقلل عدد الفيتشرز اللي بتخش جوه الموديل بتاعي. فعشان كده قلت لكم ان فكره الانسوبرفايزد ماشين ليرنينج ممكن مش بس ان هو بيشتغل لوحده، لا ده كمان بيكون خطوات ممكن نكون بنعملها في الاول علشان نجهز الديتا اللي بتخش للماشين ليرنينج بتاعي. فانا ممكن ان انا بدل ما بدخل للموديل لاير بتاعي او للسوبرفايز ماشين ليرنينج الجوريزم بتاعي بدل ما بدخل له 1000 فيتشر، لا انا ممكن ادخل فيتشر. لما بيزيد زياده عن اللزوم الموضوع ما بيكونش كويس قوي بالنسبه للالجوريزم، بيعمل مشاكل في التريننج، يعني حاجه زي اوفر فيتنج او كلام زي كده. فعلشان كده مش بيستحب ان احنا ندخل عدد كبير من الفيتشرز، فبنحتاج ان احنا نعمل الاول قبل ما اشتغل على السوبرفايز، اخد الاول الداتا بتاعتي اعمل عليها دايمنشناليتي ريدكشن، اقللها شويه، وبعد كده ابدا ادخلها جوه الموديل بتاعي. طيب احنا كده اتكلمنا عن الارتفيشال انتليجنس، اتكلمنا عن الماشين ليرنينج، هنتكلم دلوقتي على الديب ليرنينج. الديب ليرنينج زي ما اتفقنا ان هو بيشتغل بحاجه اسمها الارتفيشال نيورال نتوركس، ودي زي ما انتم شايفين كده بتكون بتسيميوليت مخ البني ادم او الخلايا العصبيه في ايه في البني ادم. الحقيقه ده اول ما طلعت يعني ان هو بيقول لك ان كانت دي بنفس فكره الانسان او الخلايا العصبيه اللي موجوده جوه الانسان، ان هو بتكون عباره عن خلايا عصبيه والخلايا العصبيه كونكتد مع باقي الخلايا العصبيه، وبيبقى فيه الداتا بتتنقل ما بين خليه وخليه او نود ونود. وان كان في بعض الناس كتير دلوقتي بدات تطالب بتغيير كلمه نيورال نتوركس لان الموضوع بقى مختلف شويه عن موضوع الخلايا العصبيه في الانسان، ولكن هي اول ما طلعت اخذت الاسم دوت وفضلت شغاله بيه لغايه النهارده. الفكره كلها في ايه؟ ان انا بيبقى عندي اتنين لايرز اساسيين، واحده بنسميها الانبوت لاير وواحده بتكون الاوتبوت لاير. سوري. واحدة بنسميها الـ output layer. واحدة بنسميها الـ input layer، واحدة بنسميها الـ output layer، وكل الـ layers اللي في النص بنسميهم الـ hidden layers. طبعا على حسب الـ problem اللي أنت بتحاول تحلها، خلاص بنبدأ نحدد عدد الـ nodes اللي موجودة وعدد الـ layers كمان اللي موجودة في الـ neural network بتاعتي. الانبوت لاير هي بتمثل عدد الفيتشرز اللي داخله للموديل بتاعي، والاوتبوت لاير هي بتمثل عدد البريدكشن او المخرجات اللي ممكن تخرج من الموديل بتاعي. بمعنى لو انا مثلا عندي ريجريشن بروبلم ان انا هتوقع بس رقم، او الموديل بتاعي بيتوقع بس رقم زي درجة الحرارة بكرة او سعر السهم بكرة هيكون كام، فهيكون الاوتبوت لايرز دي كلها نود واحدة بس، هتكون نود واحدة بس.
انما هنا مثلا عندي كام نود؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، يبقى انا هنا عندي خمسة كلاسز، يبقى دي عبارة عن كلاسيفيكيشن، وهو يقدر يتوقع خمس اشكال، وعشان كده انا عندي نود لكل شكل. فعدد الاوتبوت او عدد النودز اللي في الاوتبوت بتكون عدد الكلاسز اللي انا متوقع ان يطلع فيها الاوبجكت بتاعي. اه الحقيقه فعلا، لان جاي النهارده يعني جاي دلوقتي دكتوره مروه بتقول ان الحاجه امبارح ما اتبعتتش، للاسف يعني الحاجه امبارح ما اتبعتتش، وان شاء الله باذن الله محاضره النهارده مع امبارح ان شاء الله هيتبعت لكم مع بعض باذن الله. طيب التقدم حصل ازاي في الفكره بتاعت الماشين ليرنينج؟ خلاص انتوا يعني من حوالي 10 سنين تقريبا ما كناش نسمع قوي عن الماشين ليرنينج، كنا يمكن بنسمع عن اه يا فندم كل حاجه ما اتبعتتش امبارح، دي حقيقه، فكله ان شاء الله هيتبعت النهارده مع المحاضره بتاعت النهارده ان شاء الله. شكرا. تمام. الحقيقه اللي كان موقف على فكره يا جماعه، الماشين ليرنينج كله قائم على فكر في الاستاتستكس وفكر في الالجبرا عامه، او والتفاضل والتكامل والحاجات دي. فهو العلم نفسه موجود من زمان، لكن ما بدأش يتطبق غير في آخر حوالي 10 سنين تقريبا، او يمكن اقل من 10 سنين. ليه بقى؟ لان زمان كان الكمبيوت باور نفسه ضعيف، الكمبيوترات نفسها ما كانش عندها القدرة انها تقدر تستحمل الكالكوليشنز الرهيبة اللي بتحصل جوه الماشين ليرنينج الجوريزمز بتاعتنا. واحنا بنترين الالجوريزمز بتاعتنا على الديتا، ده بيحتاج كومبيوتيشنال باور كتيره جدا. الكومبيوتيشن باور بتاعت الكمبيوترات القديمه ما كانتش تقدر تعمل الكلام ده. عشان كده هو بيقول لك ان دوت تبع مورز لو، مورز لو كان بيقول لك ان كل ما العالم بيتقدم هتتقدم الكمبيوترز، والكمبيوترز هتوصل في الاخر انها هتبقى هيوج كمبيوترز يعني. فهو بيقال ان الكمبيوترات لما هتتقدم هنبدا نشوف الماشين ليرنينج وكده، وفعلا ده اللي حصل، ان فعلا الكمبيوترات بدات تتقدم جدا، والنهارده احنا شايفين الكلاود بقت عندك حاجات فيها 128 بروسيسور ومش عارف هو 300 وشويه ولا 400 وشويه جيجا من الرامات، فالكمبيوت باور بدا يتقدم في الفتره دي. الحقيقه ما كانش بس الكمبيوترز اللي اتحلت بموضوع الكلاودز وبس، كمان الحقيقه النيورال نتوركس، كمان النيورال نتوركس يا جماعه كان فيها مشكله كبيره ما اتحلتش غير سنه 2015. يعني كانت النيورال نتوركس ما بتديش نتائج اكتر من 82 ل 85% اكيرسي، مثلا في حاجه زي الايمج ريكوجنيشن مثلا. تمام، ان انا مثلا بدي له صوره فيتعرف ايه هي الصوره دي، ما كانش بيجيب احسن من 82 ل 85% تقريبا. الكلام ده لغايه 2015. من 2015 حلوا مشكله كانت موجوده جوه النيورال نتوركس زي الفانيشنج جريدينتس، ومن ساعتها بدات بقى تحصل الطفره في الجزء بتاع النيورال نتوركس. فهم الاثنين اشتغلوا مع بعض، الكمبيوتيشنال باور اللي زاد في اخر 15 سنه تقريبا مع المشكله اللي حلوها جوه النيورال نتوركس، الاثنين دول خلوا بقى الماشين ليرنينج ايه ينطلق زي ما بنقول. نخش بقى في الدنيا هتمشي ازاي، او البروسيس بتاعتي هتمشي ازاي. الماشين ليرنينج بايب لاين، انا النهارده عندي مشكله ماشين ليرنينج، انا هعمل المشكله دي ازاي او احلها ازاي؟ فقال لك في بايب لاين واضحه، في ورك فلو واضح، في طريقه او مجموعه من الستبس واضحه احنا عايزين نمشي عليها علشان ديت اللي تدينا افضل نتائج. اول حاجه قال لك البروبلم فورميوليشن، المشكله اصلا اللي انت جاي تحلها هل هي اصلا من الاساس كده، هل هي اصلا مشكله ماشين ليرنينج ولا لا؟ لو هي مش مشكله ماشين ليرنينج او ينفع تتحل بحل غير الماشين ليرنينج اللي احنا بنقول عليه اه بايب لاين يا دكتور حابه يا دكتور رباب، اسمها ماشين ليرنينج بايب لاين اللي احنا بنتكلم عليه ده، اللي هو البايب لاين اللي هو مجموعه من الستبس انا بشتغل عليها او بمشي فيها عشان اقدر اطلع في الاخر موديل، الموديل ده اقدر اديه للاند يوزر بتاعي ان هو يشتغل عليه. مجموعه من الستبس اه زي ده الفلو تشارت، ده اسمه الفلو تشارت. خلاص احنا بقى كل خطوه من دول دي عباره عن خطوات احنا لازم ننفذها مع بعض. فالفكره كلها في البروبلم فورميوليشن، قال لك ايه؟ قال لك لو المشكله اللي قدامك ينفع تتحل بالكلاسيك بروجرامينج،
لو انت تقدر تكتب فيه اف كونديشن وايل لوبس والحاجات بتاعت زمان القديمه دي وتحل بيها المشكله، حتى لو كان الكود ده صعب شويه انك تكتبه، لو سمحت اشتغل بالطريقه دي، ما تعملش ماشين ليرنينج. ليه يا جماعه ما نشتغلش بالماشين ليرنينج؟ الماشين ليرنينج يا جماعه فيه تشالنجز كتيره قوي، اهمها ان الماشين ليرنينج كمان بتاخد وقت طويل قوي، يعني عشان تطلع موديل كويس وشغال ومحترم ويقدر يعتمد عليه بياخد شهور. الموضوع مش موضوع يوم وليله بنطلع فيه ماشين ليرنينج موديل، احنا لازم نجمع الداتا ونبدا نعمل بروسيسنج للداتا، وبعد كده نبدا ندخل الكلام دوت بقى، نختار الجوريزم ونبدا نتيون الالجوريزم بتاعنا، وممكن ما يطلعش الالجوريزم ده كويس نبدا نشوف الجوريزم تاني، ممكن طريقه المعالجه بتاعت البيانات بتاعتي ما كانتش كويسه فارجع اعالج البيانات بتاعتي من الاول، اللي هو بقى الفيتشر ايه اوجمنتيشن والداتا اوجمنتيشن. بعد ما اخلص سايكل خلص الاقي نفسي ان انا كنت محتاج داتا تانية، الداتا اللي عندي مش مكفيه، خلاص انا كنت عايز اطلع صوره البرتقانه والتفاحه والموزه، لقيت ان انا عندي صور كتير قوي للبرتقانه وعندي صور كتير قوي للتفاحه، بس للاسف ما عنديش غير خمس ست صور للموزه، فما ينفعش اعمل ماشين ليرنينج الجوريزم في الوقت دوت. تمام، فبالتالي لسه انا لسه ما شرحتش الخطوات حالا، انا بس بدي فكره عامه عن الفلو شارت دوت، مش انا لسه في اول خطوه اللي هي البروبلم فورميليشن. ولذلك بنقول ان لو المشكله بتاعتك تتحل بالكلاسيكال بروجرامينج لانجوج، لو سمحت حلها بالكلاسيكال بروجرامينج. الخطوه الثانيه ان انا هبدا اجمع الداتا بتاعتي واعمل لها ليبلنج. امتى بقى هعمل لها ليبلنج، او امتى هبقى مضطر ان انا اعمل لها ليبلنج؟ لو انا هشتغل ايه سوبرفايزد، لو انا هشتغل بطريقه المعلم ديت، يبقى لازم تبقى ايه الداتا عندي ليبل، لازم اقول له ان ده شكل التفاحه، لازم اقول له ان الترانزاكشن ده فرود او نوت فرود، كل ده لازم انا احدده له، يبقى لازم يبقى اجمع الداتا ولازم ان انا اليبل الداتا. بعد كده لازم ابدا ايفاليويت الداتا اللي عندي، لازم ابدا افهم الداتا اللي عندي، وهل الداتا اللي عندي دي مظبوطه ولا مش مظبوطه، هل كويسه ولا لا، هل كافيه ولا لا، هل فيها كل الاحتمالات اللي في الدنيا. ما تجيش تقول لي مثلا والله انا عندي 100 صوره من التفاحه وعندي 200 صوره من البرتقاله بس ما عنديش ولا صوره من الموز مثلا، ما ينفعش، لان ساعتها الكمبيوتر مش هيقدر يطلع لك الايه الموزه. وبالتالي لازم تبقى انت متاكد ان الداتا اللي عندك كافيه انك انت تقدر تعمل بيها ايه التريننج بتاعك. كلمة اوجمنتيشن يعني بزود او زيادة او بزود الداتا بتاعتي او بعالج الداتا بتاعتي او بزودها بطريقة معينة، اوجمنتيشن يعني اوجمنتد فوق بعضها يعني تقوية. ماشي، طيب الفيتشر انجينيرنج، الحقيقه يا جماعه الداتا بتاعتي مش بتيجي كده زي ما هي بقى خلاص، واتاكدت ان الداتا بتاعتي كافيه وكده واخدها الداتا كده وادخلها على الماشين ليرنينج الجوريزم بتاعي على طول، مفيش حاجه اسمها كده. لازم بعالج الداتا بتاعتي، بعمل حاجه اسمها فيتشر انجينيرنج، لازم اعالج الداتا بتاعتي. مثلا بمنتهى البساطه، الكمبيوتر ما بيفهمش كلمات، الالجوريزم او الماشين ليرنينج الجوريزم ما بتفهمش كلمات، فلازم احول الكلمات لارقام مثلا. خلاص، ازاي بقى ده؟ في عندنا طرق كتيره ان انا اعمل الموضوع ده. من ضمن الحاجات اللي بتضايق الالجوريزمات جدا ان يبقى في ميسنج داتا، تمام، ان ما يبقاش ان في داتا عندي تبقى ناقصه او مش موجوده، تمام، ده ممكن يعمل عندي مشاكل في الموديل بتاعي وانا بعمل له تريننج، يبقى لازم اعالج الميسنج فاليوز ديت، لازم الداتا اللي مش موجوده دي لازم احط لها داتا بشكل او باخر، او ان انا احذفها خالص. بس خد بالك اخر حاجه في الدنيا نلجا لها في الماشين ليرنينج ان احنا نرمي الداتا. ليه؟ لان الداتا عندنا غاليه جدا، الداتا هي راس المال بتاعت الماشين ليرنينج، وبالتالي اخر حاجه افكر فيها ان انا احذف الداتا دي من عندي. بقى الداتا طول ما هي فيها داتا ميسنج يبقى عندي مشكله، لازم اعالج المشكله دي، وفي طرق كتيره ان انا بعالج بيها المشاكل دي. من ضمن المشاكل اللي لازم اعالجها كمان حاجه بنسميها الاوتلايرز، اللي هي الداتا اللي بتبقى شويه غريبه. مثلا يعني مثلا انت عندك مثلا بتاخد داتا من سنسورز، السنسورز دي بتقرا درجات حراره، طبيعي درجات الحراره بتتراوح ما بين 40 ل 60 درجه، لقيت مره واحده قرايه جايه لك 360 درجه، الله في حاجه غلط، ده اوتلاير، ده رقم كاذب، ده رقم مش حقيقي. عارفين انتوا ساعات السنسورز كده زي ما بنقول كده بالبلدي بتهيس
خلاص، اللي هو جات اديتك رقم غلط كده مره واحده وراحت ايه راجعه تاني متظبطه. في اللحظه اللي هيست فيها دي الايه الريكورد ده اتكتب عندك ان هو 360 درجه. الرقم ده لازم اتعامل معاه، ما ينفعش ان انا استخدمه او ادخله جوه الماشين ليرنينج بتاعي برقم الغريب او الرقم الخاطئ او الكاذب دوت. او ده بنسميه ارتفيشال اوتلايرز. يعني ايه ارتفيشال اوتلايرز؟ يعني في سنسور او في مكنه بتقرا لك الداتا قريتها غلط، الرقم ده جاي رقم خاطئ. في حاجه تانية اسمها نورمال اوتلايرز. يعني ايه نورمال اوتلايرز؟ انا متوقع ان مثلا مرتبات الناس مثلا سي بتتراوح مثلا ما بين 2000 مثلا لغايه مثلا 50,000 جنيه مثلا. جه مره واحده لقيت واحد بيقبض 3 مليون جنيه في الشهر. ده اوتلاير، ده رقم غريب بالنسبه لي، ده رقم كاذب، ده رقم مش في الرينج اللي انا متوقعه. بس المره دي بقى في نقطه، ان الرقم ده موجود، انا فعلا البني ادم ده موجود عندي، والبني ادم ده فعلا بياخد 3 مليون جنيه في الشهر. ده لازم اتعامل معاه بطريقه مختلفه عن الارتفيشال اوتلايرز. الارتفيشال اوتلايرز ده انا ممكن احذف الرقم ده ببساطه لانه رقم خاطئ، انما النورمال اوتلاير ده رقم حقيقي، ده راجل فعليا بيجي كده. ممكن في البيزنس كيس الحقيقيه يجي لي واحد زي دوت بياخد 3 مليون وممكن يجي لي 4 مليون كمان. فطرق معالجه الديتا اللي من الانواع ديت بتختلف بقى. عندنا طرق كتير طبعا، يعني عندنا طريقه ازاي بعالج الكلمات كارقام، عندنا طريقه ازاي بعالج الميسنج فاليوز او الداتا اللي ناقصه، عندي طرق كتيره بعالج بيها الاوتلايرز سواء ارتفيشال اوتلايرز او سواء نورمال اوتلايرز. طيب بعد ما بخلص موضوع الفيتشر انجينيرنج ده، طبعا كمان ممكن ان انا اجمع فيتشرز مع بعضها او افصل فيتشرز من بعضها. يعني مثلا ممكن مثلا يجي لي ان الداتا اللي جايه لي من الكاستمر مثلا هو اتولد امتى. انا ما يفرقش معايا هو اتولد امتى، بس يفرق معايا عمره قد ايه، الايدج. فممكن بدل ما اعوض بالديت اوف بيرث بتاعه، لا احسب الاول العمر واعوض بالعمر. ممكن اكون عايز اقسمه، اخلي اليوم لوحده والشهر لوحده والسنه لوحدها. ممكن اخد السنه وماليش دعوه بالايه بالسنه وبالشهر بالشهر وباليوم، تمام. فدي كلها طريقه معالجه البيانات ايه بتاعتك، ودي طبعا بتختلف على حسب البيزنس كيس اللي انت بتشتغل عليها. بعد كده ببدا اختار الايه الموديل بتاعي، او ببدا اختار الالجوريزم اللي انا هبدا اشتغل بيه. وطبعا هنشوف بقى هي سوبرفايزد، هل هي باينري كلاسيفيكيشن ولا مالتي كلاس ولا ريجريشن. بعد ما بخلص التريننج بتاعي ببدا ايفالويت الموديل، هو انا حققت اللي البيزنس بتاعي عايزه ولا لا، تمام. هنا هو بقى بنبدا نشوف الايه الميت البيزنس جول، هو انا حققت اللي اتفقت مع الكاستمر بتاعي. خلاص انا حققت اللي هو عايزه، اه حققته، خلاص ابدا بقى حط الموديل بتاعك، اعمل له ديبلوي على السيرفرات على الاي سي 2 انستنسز بتاعتك، وابدا بقى ايه خلي العملاء بتاعتك يشتغلوا على الموديل بتاعك. لا والله انا ما حققتش اللي ايه اللي عايزه الايه العميل بتاعي. طيب انا ممكن اتيون الموديل، ممكن ابقى قريب، انا ما حققتوش بس قريب، فممكن بس اتيون الموديل. او ممكن لا انا بعيد شويه اغير الموديل كله، ممكن ان انا اغير طريقه معالجتي للفيتشرز، ممكن ان انا ارجع احاول اجيب داتا تانية اعمل فيتشر اوجمنتيشن او اعمل داتا ايه اوجمنتيشن، ممكن اغير طريقه المعاملات بتاعه الفيتشرز، او ممكن ان انا الداتا عندي ناقصه في شوية باترنز مش واضحة بالنسبة للالجوريثم بتاعي، مش قادر اطلع صورة الموزة. ال10 15 صورة اللي حضرتك مديهم لي في الموزة مش قادر اعرف بيهم الموز لما شكله بيتغير او وضعيته بتتغير في الصورة. فحاول لو سمحت روح اعمل داتا اوجمنتيشن، روح هات لي صور تانية للايه للموزة عشان اقدر بعد كده ابريدكت شكل الايه الموزة. فطبعا انا بفضل في الحلقة دي افضل بقى في السايكل دي لغاية لما اوصل للبيزنس جول اللي انا متوقعه، ابدا بقى ديبلوي الكلام دوت للايه للبيزنس بتاعي وابدا ايه اشتغل. طيب دي كده البايب لاين، خلاص هم كام خطوه، تعالوا كده نعدهم مع بعض. اول حاجه بعمل بروبلم فورميليشن، واحد الكولكت اند ليبل الداتا، اثنين بايفاليويت الداتا بتاعتي، ثلاثه فيتشر انجينيرنج، اربعه خمسه سته سبعه ثمان خطوات. طيب البروبلم فورميليشن
فمثلا هنا بنقول في البروبلم فورميليشن، انا مثلا البيزنس بتاعي جاي بيقول لي انا عايز ايدنتيفاي الفرودلنت كريدت كارد ترانزاكشن. هنتكلم عنها حالا يا دكتور هواي حالا، تمام؟ احنا هنمسك بقى واحده من كل واحده من دول وهنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. فمثلا البروبلم فورميليشن، يو وانت تو ايدنتيفاي فرودلنت كريدت كارد ترانزاكشن so that you can stop the transaction before it process. ده والله البيزنس بتاعك بيقول لك والله انا عايز اطلع الترانزاكشن الفرود من الترانزاكشنز الكويسه، خلاص؟ عشان انا لما بنفذ الترانزاكشنز بتاعت الفرود بيجي الكاستمر بتاعي اللي واخد مني الكريدت كارد بيقول لي انا حصل معاملات احتياليه على الكارت بتاعي وانتو بنك مش كويس وانا عايز ارجع الكريدت كارد بتاعي. فببدا اساله ليه؟ انت ليه عايز تكتشف ده؟ فبيقول لك ان ده بيقلل عدد العملاء اللي عندي اللي هم بيشتروا مني الكريدت كارد بتاعي نتيجة الاحتيالات اللي ايه اللي بتحصل. طيب بيقول لك انت تقدر تميجر الكلام ده، لازم نبدأ نتكلم بالارقام، ما ينفعش يقول لك والله انا عايز اقلل الكاستمر. لا، حضرتك عايز تقللهم بنسبة قد ايه؟ 10% 20% 30% 100%، قول لي انت عايز كام. فبيقول لك اطلع من الكواليتيتيف للكوانتيتيف، قول لي رقم، عشان لما انا اجي احسب الموديل بتاعي الاقيه ان هو بدأ يطلع 90% من الفرود ترانزاكشنز يبقى انا كده نجحت. لما يجي يطلع 80 اعرف ان انا لسه ما وصلتش للايه للي الكاستمر بتاعي ايه عايزه. فيقدر يبقى عندي ايه، يبقى عندي في النهارده لاب ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله. فلازم يكون عندي ايه، فلازم يكون عندي حاجه اقدر اعمل لها ميجر. كولكت الداتا، بصوا يا جماعه دي شكل مثلا الداتا اللي بتبقى جايه لي، خلاص؟ فدي مثلا الداتا بتاعت فرد، بيكون مثلا اسم الكاستمر، اكيد اسم الكاستمر ده ممكن ما يبقاش فارق معايا، الديت بتاع الترانزاكشن، عمل الترانزاكشن دي من فين، الفلوس اللي عمل بيها الترانزاكشن قد ايه، وهل الترانزاكشن دي كانت فرد ولا لا. ده اللي احنا بنسميه الليبل ايه بتاعنا، او ساعات بنسميه الايه التارجت. دي الحاجه اللي انا عايز اعرفها، هل الترانزاكشن بتاعتي فرود ولا لا. كل دول بعد كده هم اللي بيأثروا اذا كانت الترانزاكشن بتاعتي فرود ولا لا. فدول اللي احنا بنسميهم ايه فيتشرز، دول اللي احنا بنسميهم ايه فيتشرز. طيب اخدنا قبل كده من الجزء بتاع الاستورج ان انا اقدر استخدم اي دبليو اس ستورج سيرفيسز عشان اقدر اسجل او اسيف الداتا بتاعتي، فممكن اسجلها في اس 3 او ممكن استور او اخزن الداتا بتاعتي في اس 3. طبعا احنا بنفضل اس 3 في الوقت ده ليه؟ لانها بتقدر تخزن انواع مختلفه من الداتا، ممكن تسجل فايلز، ممكن تسجل سي اس في فايلز، ممكن تسجل اكسل شيتس، ممكن صور، ممكن باركي، ممكن افرو، ايا كان نوع الايه الفايلز اللي بتسجلها. ممكن كمان اف اس اكس، اف اس اكس كمان ما ننساش ان البرفورمانس بتاعته عاليه. ممكن كمان اي اف اس، تمام؟ طبعا اف اس اكس ده هيبقى ايه فور ويندوز، خلاص، ونوت اي اف اس لو انت ايه لينكس. وهنتكلم على اف اس اكس برضو بس مش دلوقتي، اللي هو فور لاستر اللي بيحسن الاداء بتاع الاس 3. المهم الملخص بتاع السلايد مش محتاجين منه اكتر من ان انا عندي طرق مختلفه اقدر اسجل او اخزن بيها الداتا. فاي دبليو اس عندها كولكشن من السيرفيسز تقدر تسجل بيها الداتا زي ما انت عايز، حاجات لينكس، حاجات لويندوز، اوبجكت ستورج، داتابيزز، تمام، داتا وير هاوسنج، تايم ستريم. دول طبعا هنتكلم عليهم ان شاء الله في السكشن بتاع الداتابيزز. طيب الحقيقه ان مش دايما الداتا بتكون موجوده في مكان واحد، الداتا ممكن تكون موجوده في اكتر من سيستم، وانا ببقى عايز الم الداتا دي من السيستمز المختلفه. بمعنى انا ممكن مثلا يكون عندي بيانات الموظف على الاتش ار سيستم، لكن عندي مثلا المواعيد او التايم شيت بتاع الموظف موجود على سيستم تاني خالص، او العدد او الورديات اللي بيشتغل فيها الموظف في سيستم تاني خالص، فعايز اجمع الداتا دي كلها مع بعضها، تمام؟ عندنا في اي دبليو اس سيرفيس اسمها جلو، وجلو دي هي اللي مسؤوله انها تقدر تلم الداتا من داتا سورسز مختلفه وتحطها في ايه في ريبوزيتوري واحد، بحيث ان انت يبقى عندك مكان واحد تقدر تسحب منه الايه الداتا. برضو مش محتاجين اكتر من الكلمتين دول على جلو. امبارح برضو كان في ناس بتسال على اقدر اجيب داتا سورسز من فين، فبيقول لك الداتا دي ممكن تبقى من عندك انت،
في حاجات بتبقى بفلوس كوميرشال داتا زي اي دبليو اس داتا اكستشينج، زي اي دبليو اس ماركت بليس او اكسترنال بروفايدرز. في حاجات بقى تبقى اوبن سورس زي كاجل والورلد هيلث اورجانيزيشن واليو اس بيورو والناشونال اوشانيك اتموسفيريك اند ادمنستريشن، دي بتديك داتا على الاتموسفير والحاجات ديت. في يو سي ايرفن ماشين ليرنينج ريبوزيتوري، ده بيديك داتا على الماشين ليرنينج. وفي اي دبليو اس نفسها عندها حاجات اوبن سورس. انا بس في هنا حته مهمه يا جماعه لازم كلنا ناخد بالنا منها. الناس كلها امبارح كانت بتسال على هل انا عندي اوبن سورس داتا ولا لا. هي دايما الاوبن سورس داتا تنفع معاك ولا لا؟ يعني مثلا هديك اكزامبل، ما ينفعش مثلا ما البرزنتيشن كلها هتكون عندكم يا دكتور ان شاء الله. انا مثلا عايز اديك اكزامبل، واحد عايز مثلا يفرق ما بين انواع النباتات، هو في المزرعه بتاعته بيطلع مثلا درونز. طيب حاضر، هزود على حضرتك ليهم اليو ار الز وابعت وهحطها في السلايدز. حاضر، قبل ما نبعتها لكم. حاضر. واحد مثلا في المزرعه بتاعته عنده درونز بتطير، بتبدا ان هي تلقط الايه الصور بتاعت المزارع او النباتات بتاعته عشان يفرق ما بين النباتات، او عايز مثلا يعرف النبات السليم من النبات اللي حصل فيه انفكشن او حاجه زي كده. فعمل ايه الباشا؟ راح على الانترنت جاب الصور لكل النباتات تمام السليمه، وجاب صور لنباتات انفكتد ودخلهم على الماشين ليرنينج بتاعه، والراجل الماشين ليرنينج موديل بتاعه اداله يعني نتائج هايله جدا، عدت ال 95 و 98% كمان تمام. فالراجل كان مبسوط جدا بالموديل اللي هو عمله. جاب بقى هو يطير الدرونز بتاعته، جابت الصور حطها على بدأ يعمل بقى بريدكشن على الموديل، كل النتائج طلعت سيئه جدا. ده ليه؟ لان هو بيقول لك ان نفس السورس اللي انت هتاخد منه الداتا عشان تعمل بيها البريدكشنز لازم تكون هي نفس السورس اللي دخل معاك في التريننج. فما ينفعش ان انا اروح اجيب صور من على الانترنت او اجيب داتا من اي حته وترين بيها موديل واقول الموديل ده هيشتغل معايا انا بعد كده في البيزنس كيس بتاعتي او طبقا للداتا بتاعتي. طبعا في حاجات بتنفع، لكن في حاجات ما ينفعش فيها الموضوع دوت. فمش دايما يكون انك انت تروح تجيب داتا اوبن سورس او داتا من اي حته وتبقى متوقع انها تدي نتائج كويسه عندك في الشركه بتاعتك او في المصنع بتاعك، لان لازم تكون الداتا قريبه. زي مثلا ممكن هو مثلا يكون بيستخدم مثلا ميجرمنت يونتس معينه، انت مستخدم ميجرمنت يونتس ثانيه تمام. حاجه مثلا زي المثال اللي اديته لكم بتاع المزرعه، دقه الصوره او دقه الكاميرا اللي بتاخد الصوره مع الاضاءه مع الانعكاسات مع الكلام ده كله هتفرق من الصوره اللي بتاخدها من الانترنت من الصوره اللي بتاخدها من الدرون. ولذلك لازم تبقى متاكد ان الداتا سورس بتاعتك تكون قريبه جدا من المصدر الحقيقي اللي انت هتشتغل بيه في الشغل بتاعك. طيب هنيفاليويت الداتا بتاعتنا، دي المرحلة اللي بعد كده. بيقول لك أول حاجة لازم إنك أنت تفهم الداتا بتاعتك كويس تمام. وعلى فكرة يا جماعة مش عيب إنك أنت في وقت، لو أنت راجل ماشين ليرنينج انجينير، أنت ممكن راجل ما تبقاش فاهم في البيزنس نفسه. أنا النهاردة هروح أعمل مثلا ماشين ليرنينج موديل مثلا في بنك، أنا ممكن ما أبقاش فاهم البيزنس بتاع البنك ماشي إزاي، بس أنا فاهم ماشين ليرنينج كويس تمام. فممكن في الوقت ده بيبقى في حاجه اسمها البيزنس اكسبرت، ممكن يكون في واحد بيفهم كويس قوي في البيزنس يبقى قاعد معاك يقول لك والله الكولوم ده عباره عن كذا، الكولوم ده احنا بنستفيد منه في كذا، لا والله الكولوم ده مثلا ما لهوش لازمه خالص، انا مش عارف هم اداهولك ليه، حاجات زي كده. وده طبعا ايه بيحصل. فلا عشان كده لازم تفهم الداتا بتاعتك كويس. لو انت حتى مش قادر تفهمها ممكن انك انت تستعين ببيزنس اكسبرت هو اللي بيفهمك الداتا بشكل كويس. طيب انا ببدا يا جماعه، خلاص انا اخدت الداتا، فهمت الداتا، يبقى انا اول حاجه فهمت، عملت بروبلم فورميوليشن فهمتها كويس، بعد كده عملت كولكت للداتا بتاعتي من الداتا سورسز المختلفه عندي في الشركه او في المكان اللي انا بعمل فيه الماشين ليرنينج موديل بتاعي، فهمت الداتا، هبدا بقى اعمل شويه ايه ستاتستكس كده، عايز اتفرج على شويه داتا، عايز اعرف انا عندي كام فيتشر، عايز اعرف انا عندي او كام كولوم، عايز اعرف عندي كام ريكورد، كام رو موجود في الداتا بتاعتي. فبنعمل اوفر اول ايه ستاتستكس، او ممكن ان انا اعمل اتريبيوت ستاتستكس على كل كولوم بعمل شويه ستاتستكس تمام.
هل في ميسنج فاليوز ولا لا؟ يعني لو انا لقيت ان الكاونت مثلا بتاعهم اقل من الكاونت بتاع النمبر اوف روز، يبقى انا هنا عندي ميسنج فاليوز لازم اعالجها. يبقى انا كده لما هبدا ابص على النتائج دي هبدا احط كده، امسك كده ورقه وقلم، انا عندي في الكولوم الفلاني في ميسنج فاليوز انا محتاج ان انا اعالجها. تمام. كمان اقدر ان انا اجيب المين والميديان بتاعه الداتا اللي عندي. تمام. لو هم في فروق بينهم يبقى احتمال ان انا عندي اوتلايرز، او ممكن ان انا ابدا ارسم جرافس عشان اقدر اعرف اذا كان عندي اوتلايرز ولا لا، زي البوكس بلوت مثلا. كمان عايز اشوف العلاقه ما بين الاتريبيوتس اللي عندي وبعضها. ما بنحبش في الماشين ليرنينج يبقى الفيتشرز بتاعتي كوريليتد مع بعض او مرتبطه مع بعض بشكل كويس، لان بنلاقي ان بيحصل للماشين ليرنينج زي ما الباشمهندس محمد صلاح امبارح كان بيتكلم، بيحصل له حاجه اسمها بايس، بيروح وبيبدا يركز قوي على الفيتشرز اللي فيه ارتباط بينهم وبين بعض ايه جامد، بيبدا هو بيركز عليهم قوي. فدي طبعا بيكون ليها حلول ايه عندنا. فلازم اتفرج كده على شكل الداتا. فمثلا هنا في شويه جرافس، انا ممكن هنا ارسم مثلا هيستوجرام، تمام، لكل معين عندي. طبعا كل ما الهيستوجرام دوت يا جماعه يبقى شكله عامل كده يبقى احسن لي. اللي هو يعني يبقى ماشي كده زي النورمال ديستريبيوشن كيرف كده، ده بيكون ايه احسن لي. هنا انا بدأت اعرف ان انا عندي داتا سكيوينج، لا الداتا منحازة لناحية معينة، برضو دوت بنبدأ ان احنا نعالجه. هنا مثلا بيرسم البلوت بتاعه ما بين اتنين فيتشرز موجودين، هنا لا مش واضح قوي ان في بينهم كوريليجن، لكن لو كانت شكل النقط كده مثلا بالمنظر ده كده، يعني لو رسمت كده خط بينهم، ده كده ممكن يبقى في بينهم كوريليشن، لا يبقى لازم اتصرف انا هنا، لا هنا في حاجه انا لازم اعملها. البوكس بلوت كل النقط اللي فوق البوكس بلوت بتاعتي دي بتدل على اوتلايرز. الفكره كلها في ايه؟ انا مش عايز بس ادخل طبعا في التفاصيل لان في طبعا حاجات اكتر من كده بكتير، لكن في الاخر ان انا ببدا ارسم شويه داتا فيجواليزيشن للاتريبيوتس او الكولومز اللي موجوده عندي في الداتا عشان اقدر اعرف الحاجات الاساسيه اللي انا لازم اشتغل عليها، ميسنج فاليوز، اوتلايرز، كوريليشنز، كل الكلام ده ببدا احطه في حساباتي عشان الداتا دي كلها او المشاكل دي كلها في الداتا لازم تتعالج قبل ما تدخل على الماشين ليرنينج موديل بتاعي. بعد كده بيجي بقى دور الايه؟ الفيتشر انجينيرنج. الفيتشر انجينيرنج قلنا ممكن يبقى فيه فيتشر اكستراكشن، يعني هنا مثلا الفيتشر الواحد قسمته حاجتين، قسمته لاثنين فيتشرز، ممكن اخد واحد وارمي الثاني، او ده مثلا قسمته لثلاثه، زي مثلا ما ادينا اكزامبل مثلا بتاع الديت اوف بيرث. انا ممكن ما اخدش الديت اوف بيرث، انا ممكن اخد اليوم لوحده والشهر لوحده والسنه لوحدها، او ممكن الثلاثه كلهم بالنسبه لي ما يبقوش مهمين، اخدهم كلهم في واحد بس اللي هو العمر. تمام. ممكن ان انا اجمع اثنين اتريبيوتس مع بعض، يعني مثلا سعر الوحده وعدد الوحدات اللي اتباعت، طب ما انا اضربهم في بعض ودوت يبقى فيتشر واحد وخلاص، مش لازم يبقوا اتنين فيتشرز. وكمان بعمل حاجه اسمها فيتشر سيلكشن، الفيتشرز اللي بتبقى مؤثره فعلا معايا في الايه في الموديل ايه بتاعي، ان انا اقدر اشيل الفيتشرز اللي ملهاش لازمه او اللي ما بتاثرش. انا النهارده ببيع شقه خلاص، مكتوب معايا في الداتا بتاعتي اسم حارس العقار، هو اسم حارس العقار هيأثر ايه معايا في ثمن الشقه اللي انا ببيعها؟ اكيد دوت فيتشر ملهوش ايه ملهوش لازمه. ده ممكن ايه ان اقدر اشيل. وطبعا عندي الجوريزمات كمان هي بتعمل لي الفيتشر سيلكشن دوت لوحدها. دي طبعا لسه بكل الفيتشرز او الفيتشر انجينيرنج بروسيجرز اللي انا ممكن اعملها. خلاص، ان انا مثلا بريموف الاوتلايرز، الانكود كاتيجوريز دوت مثلا ان انا بحول الكلمات الى ارقام، ان انا بتعامل مع الاوتلايرز بتاعتي، ان انا بعمل باكيتنج للديتا. يعني ايه باكيتنج للديتا؟ يعني انا ممكن ما يفرقش معايا قوي عمر الكاستمر، بس ساعات كده بنقول ايه، والله الكاستمر لما بيبقى في العشرينات بيبقى البيهيفيور بتاعه كذا، لما بيبقى في الثلاثينات بيبقى البيهيفيور بتاعه كذا، لما بيبقى في الاربعينات كذا. فهنا ده بسميها باكيتنج، ان انا اقول لا انا مش عايز عمره بالظبط، انا عايز اعرف هو في انهي باكيت، هو في العشرينات ولا في الثلاثينات ولا في الاربعينات وهكذا. فده بنسميه ايه؟ باكيتنج.
طبعا في حاجات كتير طبعا واستخدامات ايه كتير، مثلا حته الدايمنشناليتي ريدكشن اللي احنا اتكلمنا عليها، ان انا استخدم الجوريزم قبل ما يخش على الماشين ليرنينج موديل بتاعي اصلا، قبل ما يجي عندي في السوبرفايزد ماشين ليرنينج بتاعي، استخدم موديل هو اللي يعمل لي اصلا فيتشر ريدكشن او دايمنشناليتي ريدكشنز على الفيتشرز، وبعد كده اخد الاوتبوت بتاعه هو اللي يخش عندي في الموديل بتاعي. بعد كده بختار الايه الترين وبسلكت اند ترين الموديل بتاعي. هنا انا ببدا اقسم الداتا بتاعتي يا جماعه. خلاص المفروض ان انا هحكم على الماشين ليرنينج موديل بتاعي ان هو شغال كويس ولا لا ازاي، ان انا هتست عليه او هجربه على داتا من الداتا اللي عندي. خلي بالكم انا الداتا اللي عندي ليبلد، الداتا اللي عندي انا شغال سوبرفايز دلوقتي، فانا في اصلا مجموعه من الداتا ليبلد، انا عارف الترانزاكشن دي فرود ودي مش فرود ودي فرود ودي مش فرود، انا عارف. فاجي اعمل ايه؟ اجي اخد كده شويه من الداتا كده على جنب، خلاص اللي هم ال 10% دول اخدهم كده على جنب، دول من اول لحظه كده، من اول لحظه خلاص ما بعملش عليهم اي حاجه خالص، انا شايل شويه الداتا دي على جنب تمام. وبعد كده ابدا اترين الموديل بتاعي، وبعد كده ابدا بقى ايه اشوف الموديل بتاعي بقى كويس ولا لا ازاي، اديله ال 10% او التست داتا دي. انت عرفتهم صح، الموديل بتاعي هيديني اوتبوت هيقول لي اه الترانزاكشن دي فرود، بس انا عارف ان هي ليبلد هي فرود ولا لا، وقارن اللي بيجيبه لي الموديل اللي بيعمل البريدكشن بالايه بالليبل اللي موجود عندي اصلا. لو هما الاثنين زي بعض يبقى الموديل بتاعي كده كويس، لو مش زي بعض لا يبقى في عندي ايه مشكلة تمام. فلازم كده من الاول ان انا بشيل شوية داتا على جنب، زي ما يعني زي لو كان حضرتك مثلا تتخيلي ده زي بايلوت كده، ان انا قبل ما بدي الموديل بتاعي للكاستمر بتاعي ابقى متاكد ان هو شغال صح، من ان انا بجربه على شويه داتا كده في الاول قبل ما تسلمه للعميل بتاعي يعني. باخد هاي طبعا في التيست طبعا ما بديلوش التارجت، انا بديله الداتا واستنى هو يرجع لي التارجت، واقارن التارجت اللي هو رجعه لي بالتارجت اللي كان موجود عندي اصلا، طلعوا زي بعض يبقى انا صح، طلعوا غلط يبقى انا ايه في مشكله. طيب انا بترين الموديل بتاعي على 80% من الداتا، في بقى 10% بنسميهم فاليديشن ايه داتا. الفاليديشن داتا دي خلي بالكم يا جماعه الموضوع ما بيمشيش مره واحده، يعني مثلا احنا هنا قلنا ايه، انا بسلكت موديل وبايفاليويت، وبعد كده ممكن ما يطلعش الموديل كويس فارجع تاني اختار موديل تاني، الرايح جاي بقى الكتير ده بنبقى احنا شايلين 10% من الداتا، اجرب الموديل ده الاول حلو لا مش حلو قوي، طب هجربه وهتسته على ال 10% على 10% تاني، موديل تاني هتسته على 10% تاني، كويس احسن شويه لا بس في مودلز ممكن تبقى احسن، اروح مختار موديل تاني واجربه على 10% ايه بتوع الفاليديشن داتا، لغايه لما اوصل لموديل تقريبا بدا يديني ايه نتائج كويسه. بعد بقى ما بخلص الموديل خالص واتاكد ان كله تمام كله زي الفل، عايز بقى قبل ما ادي للعميل اتاكد ان الموديل بتاعي كويس، ساعتها ابدا اجربه بقى على الايه الفاينل على التست داتا. احنا بنسميه التست داتا دي يا جماعه بنسميها الانسين داتا، ان البروسيس بتاعت الماشين ليرنينج موديل او البايب لاين بتاعتك او الموديل بتاعك ما بيشوفش الداتا دي خالص، ما يعرفش عنها اي حاجه غير وانت بتستو في اخر خطوه خالص، عشان تبقى متاكد دايما ان الموديل بتاعك ما شافش الداتا دي، فبالتالي تكون النتائج بتاعته ايه كويسه. الفاليديشن داتا، الفاليديشن داتا يا جماعه دي انا النهارده لما باجي اشتغل على ماشين ليرنينج موديل مش من اول مره كده بختار الجوريزم، انا ممكن اختار الجوريزم الالجوريزم ده اشتغل معايا كويس لا والله ما اشتغلش كويس، طبعا هجرب الجوريزم تاني هجرب يعني الاول جربت مثلا لينير ريجريشن لا ما اشتغلش، بعد كده هجرب ديسيجن تري لا ما اشتغلش، هشتغل اكس جي بوست ده بدا يديني نتائج كويسه، في كل مره هعرف ازاي ان هو بيشتغل كويس ولا وحش، دي ان انا بجربه على ال 10% الايه الفاليديشن. خلاص الاكس جي بوست ده اشتغل معايا كويس، جربته على 10% بتوع الفاليديشن داتا وبدا يديني نتائج كويسه، ابدا بقى اعمل له تيوننج وابدا اعمل له هايبر بارامتر تيوننج وابدا اظبطه واعمل الفيتشر اوجمنتيشن وكله كله تمام، خلاص ابدا بقى اجربه على الايه على التست داتا ده بقى الفاينل خلاص، والله التست داتا اداني نتائج كويسه ساعتها اقدر اديه بقى للايه للكاستمر بتاعي. فالفاليديشن داتا دي هي من اسمها انا بفاليديت بس الالجوريزم بتاعي،
هيشتغل كويس مش هيشتغل كويس، هيديني نتائج كويسة لا مش هيديني نتائج كويسة، وهكذا. وضحت كده يا دكتورة مرمو؟ الترتيب ازاي؟ الترتيب ان انا الاول بترين على ال 80% واجرب الاول على ال 10% بتوع الفاليديشن. ده موديل نمبر 1، لا ده ما طلعش حلو، الالجوريزم الاولاني ده ما طلعش حلو. اخد ال 80% على الجوريزم تاني واروح مجربه على الفاليديشن ايه؟ داتا. اه لا ما اداني نتائج احسن شويه، بس مش ده اللي انا عايزه برضه. اروح واخد ال 80% عامل تريننج على الجوريزم تالت مع على وتسته على الفاليديشن داتا. اه ده بدأ يديني نتائج كويسه. ابدا بقى تيون الداتا بتاعتي واعمل شويه هايبر بارامتر تيونينج، وبعد كده ابدا اتسته على الايه؟ على التست داتا في الاخر خالص. المتعارف عليه 80 20 او 70 30. 80 20 لو الداتا قليله شويه، 70 30 لو الداتا عندك كتير. ده البرسنتجز المتعارف عليها. دكتور اسلام هنتكلم عن الهايبر بارامتر تيونينج حالا. طيب دي كلها الجوريزمات سبورتد ب اي دبليو اس او امازون ايه سيج ميكر. دي كلها الجوريزمات. في بقى حاجات طبعا منها الكلاسيفيكيشن، في حاجات منها ريجريشن، في ريكومنديشن، في حاجات ان سوبرفايز، وفي حاجات كمان سبيشالايزد للايمج كلاسيفيكيشن وسيكونس تو سيكونس، واللي هو النيورال توبيك موديل والليتنت دايركت الوكيشن. ديت الحاجات دي بتستخدم اكتر في التوبيك موديلنج بتاع الناتشورال لانجويج بروسيسنج اللي هم دول. تمام. طيب انا خلصت خلاص شغلي، ممكن ان انا ابدا اديبلوي بس عشان اتست. طبعا من اللي احنا بقى خدناه قبل كده ان انا ممكن ان انا استخدم الاي سي 2 انستنسز بتاعتي ان انا اديبلوي الموديل ايه بتاعي. معلش السيج ميكر يا جماعه شويه في الحته دي بيشتغل بشكل مختلف، ان ايفن وهو بيعمل فاليديشن وهو بيعمل تيستنج هو بيديبلوي الموديل على اي سي 2 انستنس بيعمل عليه تيستنج. يعني التيستنج ما بيتعملش على نفس الماشين اللي انت شغال عليها في النوت بوك، لا هو بيديبلوي الاول على اي سي 2 انستنس منفصله خالص ويعمل عليها الايه؟ التيست بتاعه والفاليديشن بتاعه. لا ما احنا يا جماعه ده احنا لسه بنبدا في الماشين ليرنينج، احنا لسه عندنا جنريتيف اي اي ولسه عندنا ديب ريسر، لسه هنتكلم على حاجات زي كده قدام. احنا يا دوبك النهارده بس بناخد الانترودكشن او الليفل 100 ده كده في الماشين ليرنينج في السوبرفايزد ان شاء الله. طيب بعد كده هايفاليويت الموديل بتاعي، هل انا حققت اللي البيزنس بتاعي عايزه؟ خلاص هل انا حققت ان انا قللت فعلا 10%؟ ايوه حالا يا دكتور بسنت، حالا هنطبق عملي حالا، دوني 10 دقايق بالظبط وهنبتدي ان شاء الله. مش احنا النهارده معانا ساعتين خلاص، احنا بناخد ساعه كده وبناخد 10 دقايق وبعد كده هنعمل العملي على طول ان شاء الله. طيب انا بعد كده ببدا ايفاليويت. ليه اي دبليو اس بتستخدم ديفرنت انستنس عشان تترين وعشان تتست الداتا بتاعتك؟ علشان خاطر اول حاجه انك انت ممكن اصلا تبقى طول الوقت في النوت بوك بتاعتك بتشتغل على ماشين صغيره مش ماشين كبيره. بعد كده لما بتبدا تعمل بقى التست بتاعك او بتبدا تعمل الترانسفورميشن بتاعتك بتبقى عايز مكنه كبيره. ممكن ان انت طول الوقت شغال مثلا على مكنه ما فيهاش جي بي يو مثلا، لكن لما تيجي التست عايز مكنه فيها مثلا جي بي يو. تمام. او لما بتيجي تترين عايز مكنه فيها جي بي يو. يعني انا شغال على النوت بوك بتاعتي خلاص عمال اتفرج على الداتا واعمل ديسكريبتيف اناليسيز وبتاع والكلام ده كله مش محتاج جي بي يو، لما اجي بقى اترين او لما اجي اعمل تيستنج محتاج جي بي يوز، فساعتها اقوم ماشين تانية هي اللي تقدر تبقى فيها الكونفيجريشنز الايه العاليه. خد بالك ان الانستنس بتاعت النوت بوك بتاعتك طول ما هي شغاله دي ريسورسز شغاله في اي دبليو اس، بس انت مش دايما محتاج ريسورسز جامده وانت شغال بتعمل شويه ديسكريبتيف اناليسيز وبتتفرج على الداتا ايه بتاعتك. طيب هبدا بعد كده ايفاليويت هل الموديل بتاعي حقق اللي مطلوب من البيزنس بتاعي ولا لا،
والله لو حقق خلاص زي الفل. طيب لو ما حققش انا محتاج اعمل اتيون للايه؟ للموديل بتاعي. بيبقى عندي دايما يا جماعه مع كل الجوريزم بيبقى عندي حاجه اسمها الهايبر باراميتر. معلش يعني في المثال اللي هديه لكم بس ده اقرب مثال يسهل علينا الفكره يعني. ساعات مثلا سوري يعني بتروح مثلا لحد بيصلح العربيه بتاعتك فيقول لك لا بص انا هظبط لك الهواء مع البنزين مع الكهرباء عشان احسن لك كفاءه الموتور بتاعتك، فانا همانيوال كده بقى هظبط لك انا الايه العربيه بتخرج هواء قد ايه مع كميه بنزين قد ايه مع حرق الكهرباء قد ايه في البوجيهات عشان تطلع لك احسن بيرفورمانس. هو ده بالظبط الهايبر بارامتر تيوننج. هنظبط احنا الهواء بتاع الموديل مع البنزين بتاع الموديل بتاع الكهرباء بتاعت الموديل عشان نطلع احسن ايه بيرفورمانس من الموديل بتاعنا. فكل موديل بيكون عنده الهايبر بارامترز بتاعته. خلي بالكم هنا بنسميها هايبر بارامترز. انا ممكن اكون مره استخدمت كلمه بارامتر مع الفيتشرز، هنا بنسميها هايبر بارامتر. الاسماء دي يا جماعه بتبقى مهمه عشان وانت بتقرا في الماشين ليرنينج ما تتلخبطش في الاسماء. الهايبر بارامترز ديت بتكون بارامترز خاصه بالالجوريزم اللي انت بتشتغل عليه. كل الجوريزم في الدوكيومنتيشن بتاعته بيقول لك ايه الهايبر بارامترز اللي موجوده جوه الايه الالجوريزم ده، فبتبدا ايه تغيرها تزودها شويه بتقللها شويه، فده بيظبط معاك او بيحسن معاك اداء الايه الموديل بتاعك. على فكره يا جماعه في الدوكيومنتيشن بتبقى موجود ايه هي الهايبر بارامتر، كل هايبر بارامتر بيتشرح وكمان بيديك رينج تقريبا يقول لك مثلا والله الهايبر بارامتر ده بيشتغل مثلا كويس من 0.1 ل 0.001 مثلا، لا ده مثلا بيشتغل كويس من 10 ل 20 وهكذا. فانت بترجع للدوكيومنتيشن في كل الجوريزم انت هتشتغل بيه وبتبدا تاخد الهايبر بارامترز دي وتبدا تظبطها عندك في الايه في الموديل بتاعك. مثلا الهايبر بارامتر مثلا احنا باكتر واحد مثلا مشهور الليرنينج ريت مثلا عشان الجريدينت ديسند مثلا. الميني باتش ده برضو بيكون هايبر بارامتر برضو بتلاقيه كتير في المودلز. الريجولاريزيشن بارامتر مثلا زي فريدج او لاسو ممكن دوت بيكون برضو هايبر بارامتر حضرتك ممكن تظبطيه. فدي كلها اكزامبلز بس كل يعني عشان نفهمهم كلهم بنحتاج شويه نفهم الالجوريزم شغال ازاي، لان الهايبر بارامتر ده بيشتغل على الالجوريزم نفسه بيغير حاجات طبقا لطريقه الشغل بتاعت الالجوريزم. طيب سيج ميكر بقى يا جماعه انا عشان اظبط بقى الهايبر بارامترز دي انا ممكن لو قعدت اعمل في الموضوع ده مانيوال تمام انا هاخد وقت طويل. يعني انا ممكن مثلا عندي حاجه مثلا زي الالجوريزم اللي اسمه اكس جي بوست ده ممكن يكون فيه مثلا حوالي 50 60 هايبر بارامتر. عشان اقعد اظبط الكلام ده كله طبعا هنقول ان المهمين منهم او اللي بيعملوا افكشن جامد جدا مثلا معايا سيدي مثلا 8 او 9. طيب الثمانية او تسعة دول كل واحد ليه رينج زي مثلا من 0.01 لغاية مثلا 1، يبقى كل واحد ليه رينج. عشان اقعد اظبط بقى الكلام ده بايديا وترين وابص على النتائج وترين وابص على النتائج وترين وابص على النتائج اكيد الموضوع ده هياخد مني وقت طويل. هنا بقى جه دور السيج ميكر. السيج ميكر ببدا اقول له والله انا مثلا عايز اظبط الهايبر بارامترز بتاعتي، فمثلا عايز اظبط مثلا الليرنينج ريت مثلا من 0.1 لمثلا 1. انا مثلا عايز اظبط مثلا مثلا الالفا مثلا بتاعت الريدج او بتاعت اللاسو مثلا عايز اظبطها مثلا من 0.001 لغايه مثلا 0.00001 مثلا، وابدا اقول له ايه اعمل لي بقى هايبر بارامتر تيوننج. بص يا سيج ميكر شغل لي 10 تريننج جوبز او شغل لي 3 تريننج جوبز على حسب ما انت بتحدده. يبدا بقى هو يشغل التريننج جوبز ديت ويشوف النتائج بتاعته ويقارن. اه لا الهايبر بارامتر ده اعليه شويه، لا ده هصغره شويه، ده هزوده، ده هقلله. يبدا هو يحاول يقعد يظبط في الايه في الهايبر بارامترز خلال ال 10 تريننج جوبز دول لغايه بعد ما بيخلص خالص يقول لك والله اتفضل ادي احسن ايه موديل انا طلعته بالهايبر بارامترز الفلانيه. انت بقى عايز تحسن اكتر ماشي، عايز تاخد ساعتها الموديل دوت وتشتغل بيه على طول اللي يريح. طيب ممكن بقى نخلي الجزء بتاع الاي دبليو اس والماشين ليرنينج دوت لبكره مفيش مشكله، نتكلم بكره شويه عن السيج ميكر. طيب احنا ممكن ناخد 10 دقايق بريك
ونيجي نعمل العملي على طول مع بعض إن شاء الله. طيب أنا هحط برضو الكاونت داون تايمر معاكم. شكرا لكم يا جماعة، شكرا لكم.
دكتورة آية، معلش ممكن أفهم بس يعني إيه مش راضي يفتح معايا؟ أول حضرتك غصب unmuted يا دكتور آية. دكتور آية حجازي، حضرتك unmuted. دكتور آية، دكتور آية حجازي. دكتور ايه حضرتك تقصدي في AWS Educate؟ طيب معلش ممكن اعرف بس يعني حضرتك بتدخلي بس الباسورد بشكل مظبوط؟ اه يا دكتور سامي، للاسف مفيش سيرش بالاسماء. طيب حضرتك كنت عاملة الأكاونت ده قبل كده ودخلتي عليه ولا دي أول مرة؟ طيب هو في فيريفيكيشن ميل لازم يجي لحضرتك علشان خاطر تقدري تعملي أكاونت. اسم الكورس هيكون ماشين ليرنينج فاونديشن لاب. ممكن حضرتك تعمل فلتر كده بلابس على طول هتلاقيه ظهر معاك. ممكن كده مثلا مع ماشين ليرنينج، او يعني انا عملت لاب وعملت ماشين ليرنينج اند اي اي، ظهر معايا ماشين ليرنينج فاونديشن لاب. ممكن نعمل فلتر باللاب والماشين ليرنينج. هو بيجي لحضرتك ميل
انك انت كده هو فيريفايد انك انت تقدري تعملي اكاونت. لو الميل ده لسه ما جاش لحضرتك هو ممكن ياخد حوالي 10 دقايق او ربع ساعة لغاية لما يجي لحضرتك. بتقدري تخشي من على الميل وبتعملي بعد كده فيريفيكيشن للاكاونت بتاعك. حضرتك حطيتي الريجستريشن كود اللي هو ايجيبت اندرسكور اي دبليو اس في الاخر. اه عشان كده مثلا هو ممكن ياخد شوية لغاية لما يعمل لغاية لما بيعمل فيريفيكيشن بس للايميل بتاع حضرتك. فممكن بس بياخد شوية وقت. حضرتك بس تابعي الايميل بتاعك هيجي لك ان شاء الله ايميل بيقول لك انك انت كده ابروفد وانك انت تقدري تعملي تعملي اكاونت. بس لازم الفيريفيكيشن ميل ده يجي الاول. انا بس هعمل الاول يعني هوريكم بس حاجة كده جاهزة في الاول بحيث نتخيل الدنيا ماشية ازاي، وبعد كده نخش نعمل مع بعض العملي على طول مع بعض ان شاء الله. انا لسه ما عملتش حاجة في العمل. انا ممكن بس اعمل ستارت لاب لان هو بياخد شوية وقت. بصوا يا جماعة ده مثال خلاص ان احنا هنشوف فيه بس ال6 خطوات بتوع الكولكت داتا والايفاليويت والفيتشر انجينيرنج والسيلكت موديل والايفاليويت والفاين تيونينج. هنشوف اوفر فيو سريع كده خلاص. طبعا ده مكتوب ببايثون، ممكن انت تبقى فاميليار ببايثون او لا مفيش مشكلة تمام. فده ده زي ديمو صغير كده يعني عشان برضو ايه يعني نسهل على الناس. فهنا مثلا في الخطوة الأولى احنا بنبدأ، احنا قلنا ايه الخطوات بتاعتنا. طبعا problem formulation، احنا هنا اهوت عندنا problem الناس عايزة تعرف تمن الوحدة السكنية كام. فعندنا data، الداتا دي فيها عدد أوض النوم، الموقع، هل هي قريبة من البحر ولا لأ، الكلام ده كله موجود عندنا في data. وبناء عليه عايز اقدر اعمل prediction لسعر الايه الوحدة السكنية بتاعتي. فالخطوات اللي احنا اتفقنا عليها ان انا بكولكت الداتا، بايفاليويت الداتا، بقدر اعمل بعد كده فيتشر انجينيرنج، بسلكت واترين الموديل بتاعي، بايفاليويت الموديل، بعد كده بفاين تيون الايه الموديل بتاعي. فهنا انا هنبدا نكولكت الداتا. فبنبدا ان احنا نداونلود الداتا من جيت هاب او من اي ريبوزيتوري. بعد كده بنبدا نفك الايه الزيب فايل دوت. وبعد هنا اهو كده اهو ببدا الود الداتا بتاعتي. فهنا قلت له هاوسنج دوت الايه لود داتا. احنا يا جماعه بناخد اوفر فيو، يعني لو انت حتى مش فاميليار بالكود او مش فاميليار ببايثون مش مشكله، احنا عايزين نفهم الكونسبت بس. هنا اهو بنبدا ان احنا نيفاليويت الداتا بتاعتنا. فدي شكل الداتا، اللاتيتيود واللونجيتيود اللي موجود فيهم، الموقع بتاع السكن بتاعي تمام، العمر البنايه قد ايه، عدد الاوض قد ايه، عدد البيدرومز، البوبيوليشن، الهاوس هولد تمام، المتوسط دخل الفرد قد ايه في المكان، هل هي قريبه من البحر او لا. فدي بيكون شكل الداتا بتاعتي. من ضمن الحاجات المهمه يعني مثلا هنا انا لقيت ان اللاتيتيود كلهم موجودين 20640، ده ان عندي 20640 ريكورد. لقيت ان في واحد في الكولومز بتاعتي 20433، يبقى البيدرومز ده كده في شويه ميسنج فاليوز. يبقى انا من الداتا دي قدرت اعرف ان انا عندي شويه ميسنج فاليوز. قدرت كمان اعرف ان الاوشن بروكسيميتي ده عباره عن اوبجكت، ده عباره عن كلام، فده لازم اتعامل معاه، ما ينفعش ان انا ادخل كلام للايه للالجوريزم بتاعي. فهنا عشان انا خدت بالي على طول ان احنا عندنا هنا الاوشن بروكسيميتي دوت ده عباره عن كلام، فقلت ممكن تديني كل الكلمات اللي موجوده. فقال اه انا دي كل الكلمات اللي موجوده في الايه في ال 20000 ريكورد، يعني ال 20640 ريكورد كل الداتا اللي موجوده فيهم واحده من دول، كل ريكورد فيه واحده من دول. هنا اهو ببدا اتفرج على الارقام. يبقى انا كده من الداتا دي كده انا عرفت ان انا عندي شويه ميسنج فاليوز في البيدرومز، وعندي شويه كلمات موجوده في الكولوم بتاع الاوشن بروكسيميتي،
وبالتالي انا لازم ابدا اتعامل مع ايه؟ مع دول. هنا اهو بنبدا نتفرج على الداتا الكاونت بتاع كل واحد، فبرضه هنا باين عندي ان التوتال بيدرومز عندي رقمه اقل من الباقيين، فهنا انا عندي شويه ميسنج فاليوز. بعد كده ببدا اشوف المين قد ايه، اللي هو المين بتاع الداتا، الستاندرد ديفيجن، المينيمم والماكسيمم، والبرزنتايل في 25 و50 و75%. برضه هنا انا ممكن اقدر اتوقع لو الستاندرد ديفيجن عندي عالي جدا، يبقى معنى كده ان انا عندي ممكن يكون في شويه اوتلايرز مأثرين عندي على الداتا بتاعتي. هبدا كمان ارسم شويه هيستوجرامز عشان اتاكد من توزيعه الداتا عندي عامله ازاي، فبرسم هيستوجرامز لكل الداتا اللي موجوده عندي. لقيت هنا اهوت ان انا عايز اركز شويه على الانكم كاتيجوري، ان انا عايز اقسمهم لكاتيجوريز، مش عايز اشوفهم واحده باي واحده، عايز اشوفهم مثلا من واحد لواحد ونص، وبعد كده من 1.75 ل 2.25 وهكذا، فعايز اعمل لهم زي بيننج اتفرج عليهم. هنا انا ببدا اسبليت الداتا بتاعتي، باخد ال 20% بتوعي من الاول خالص، اهو 0.2 يعني 20%، تمام؟ ان انا هاخد الداتا بتاعتي من الاول خالص هقسمها، لان انا عايز في الداتا بتوع التيست داتا دول انا مش عايز الموديل بتاعي يشوفهم خالص دلوقتي، ولا عايز اعمل عليهم اي احصائيات، ولا اعمل عليهم اي حاجه خالص، عايز اشيلهم على جنب كده عشان دول اللي انا هتست بيهم في الايه؟ في الاخر. هبدا اشوف بقى شويه كده اهوت علاقات ما بين اللاتيتيود واللونجيتيود، هل في كوريليشن ولا ما فيش كوريليشن. ابدا اشوف من السكاتر بلوت، هنا ببدا اشوف الكوريليشن كارقام، واضح عندي هنا ان مفيش كوريليشن، لان مفيش حاجه قريبه من الواحد او 0.9 مثلا او 0.85، لا كله 0.6 0.1، فالكوريليشن ضعيف ما بين الفيتشرز، ودي حاجه كويسه. هنا هو انا هبدا ارسم بقى سكاتر بلوت ما بين شويه داتا انا محتاج ان انا ابص عليها، فالسكاتر بلوتس هنا هو ببص عليها مش شايف او مش ملاحظ ان في كوريليشن، وده بيأكد كلام الارقام اللي طالعه لي هنا. فهنا انا شفتها على هيئة ارقام، هنا انا شفتها على هيئة جرافس، برضو بشوف في الميديان هاوس هل في كوريليشن مع باقي الداتا ولا لأ. طيب هبدأ فيتشر انجينيرينج، هبدأ اتعامل اول حاجة مع الميسنج فاليوز، وبعد كده هبدأ اتعامل مع الاوشن بروكسيميتي، ودوت اللي هو الارقام اللي انا او الكلمات اللي انا عايز احولها لارقام. فادي الاوشن بروكسيميتي، تمام؟ هنا اهو هبدا احول الكلمات بتاعتي لايه؟ لارقام. فانا بشوف شكل الداتا الاول، بقول له هات لي اول 10 كده عايز اتفرج عليهم، فلقيت فعلا كلهم مليانين ايه؟ كلمات. فبعمل لهم حاجه اسمها وان هوت انكودنج، دي طريقه تعاملنا مع الكلمات، بنحولها لحاجه اسمها وان هوت انكودنج. يعني ايه؟ يعني لكل ريكورد من لكل يونيك فاليو من دول ببدا اعمل لها كولوم، لو هي الرقم انلاند بيبقى الكولوم دوت بواحد والباقي بصفار وهكذا. هبعتها لكم، حاضر النهارده، حاضر. طيب مفيش مشاكل، حاضر يا دكتور داري. بعد كده بقى بيعمل هنا حاجه اسمها الكاستم ترانسفورمر، عشان هو بيعمل حاجه اسمها ترانسفورم بايب لاين. الترانسفورم بايب لاين ده يا جماعه بيستخدمه مع الترين داتا ومع التيست داتا، فهو بيحدد الخطوات اللي هو عملها. هو عمل ايه؟ هو عمل اول حاجه امبيوت للميسنج فاليوز، وعمل بعد كده سكيلينج، تمام؟ وتحت شويه هيكون عمل وان هوت انكودينج. دي البروسيسنج اللي هو عمله على الداتا، فبيحطهم في حاجه اسمها بايب لاين، وبعد كده بيمشي البايب لاين دي الاول على الترين داتا، بعد كده يبدا يترين الموديل، في الاخر خالص بياخد نفس البايب لاين وبيمشيه على التست داتا، لنفس البروسيسنج اللي انت عملته على الترين داتا لانه على التست دي قبل التست داتا، لازم تعالج الداتا بتاعت التست نفس المعالجه اللي انت عالجت بيها الايه؟ الداتا اللي انت عملتها في التريننج. بعد كده بيبدا يختار موديل، فهنا اختار مثلا لينير ريجريشن. بعد كده بدا يحول الداتا باستخدام البايب لاين، اللي هو بدا بقى يعالج الميسنج فاليوز، بدا
يعمل الوان هوت انكودينج، كل الكلام دوت بدأ يعمله على الترين ديتا وبدأ يطلع ريزلتس. فلقى ان فرق الديتا عنده حوالي ايه 68634، هو شايف ان الرقم ده بالنسبة له مش وحش، وبدأ يجرب واحد تاني اللي هو الديسيجن تريز. بعد كده بدأ يطلع الار ام اس اي اللي هو الريد الروت مين سكوير ايرور، اللي هو الداتا او مدى الخطأ بتاع المودلز بتاعته. فاكتشف ان هو الراندوم فورست الجوريزم احسن من الايه، احسن من اللينير ريجريشن. فهيبدأ يشتغل لان الراندوم فورست مطلع له بس الايرور بتاعه 18000 وشويه، انما هنا اهو اللينير ريجريشن مطلع له 68000 وشويه. فهو شايف ان ال 18000 اقل، فقال لك خلاص انا هبدا اعمل فاين تيون على الراندوم ايه فورست، لان انا جربت على الراندوم فورست اداني نتائج افضل شويه، فهيبدا يتيون الايه الراندوم فورست. الراندوم فورست ديت مجموعه الهايبر بارامترز اللي موجوده في الراندوم فورست، فبدا يدي رينج من الارقام. يعني مثلا الهايبر بارامتر ده هيجرب مع الثلاث ارقام دول، تمام؟ الهايبر بارامتر ده هيجرب مع الارقام دي، البوت ستراب واحدة تانية هتبقى فولس، والان استيميتور 3 و10 والماكسيمم فيتشرز كاس. فهيجرب مرة بدول وهيجرب مرة بدول، يعني هيترين كام واحد كده؟ تقريبا 1 2 3 4 12 12 وحوالي كده 3 و6 و2 8 حوالي 20 واحد تقريبا، تمام؟ الداتا هتبقى موجودة على يو ار ال على طول، هتتسحب من الانترنت على طول. خلاص، فبدأ يعمل هايبر بارامتر تيونينج. انا بس مش عايز ادخل بالتفصيل في الكود عشان الناس ما تتلخبطش وما تتضايقش في الاول. المهم ان هو طلع البيست بارامترز بالبيست ايه موديل، طلع ان احسن واحد فيهم اداله اقل ايرور هو لما كان الهايبر بارامتر ده او الماكسيمم فيتشرز ب6 والان استيميترز ب3، ده احسن هايبر بارامترز عنده. فبدأ يجيب الايه الموديل اللي هو فيه الهايبر بارامترز ديت، وبدأ يشغل عليه التست ايه داتا. اه هنا اهو هيبدأ يشغل عليه الايه التست داتا، فلقى ان اخر حاجة خالص طلعت معاه 47000، يعني الايرور مدى الخطأ في التست داتا 47000. يبقى كان هو في من البيست بارامترز، كان في مين هنا البيست بارامترز 36، 6 مع 30 كان نسبة الخطأ في ال 36 50000 وشوية. ده كان أحسن حاجة جابها وهو بيعمل تيونينج، ولما جرب على التست داتا طلعت 47000 وشوية. على فكرة النتيجة دي تعتبر مش وحشة. ليه؟ ليه بقول النتيجة دي تعتبر مش وحشة؟ طبعا هي مش أحسن حاجة بس تعتبر مش وحشة، لأن مدى الخطأ اللي طلع من الترين داتا هو قريب قوي من مدى الخطأ اللي طلع من التست داتا. ده معناه إن الموديل بتاعي شغال كويس، الموديل بتاعي فاهم مش حافظ. يعني ايه فاهم مش حافظ؟ يعني قدر يجد الباترنز اللي موجوده جوه الداتا وطبق نفس الباترنز اللي موجوده على الترين داتا، قدر يطبقها بالظبط على التست داتا. اه انا معاكم شويه ان مدى الخطا شويه كبير، 47000 دولار في الشقه الواحده يعتبر رقم كبير، لكن الموديل بتاعي كان شاطر انه قدر يطلع الباترنز من التست داتا زي ما قدر يطلع او يطبق الباترنز دي على سوري قدر يطلع الباترنز من الترين داتا، وقدر يطبق نفس الباترنز على التست داتا، وكانت الارقام قريبه جدا من بعض. 50000 من 47000 مش رقم ايه كبير. طبعا ممكن ان هو يعمل تحسينات كتير جدا جدا جدا، لكن احنا بناخد كده طريقه ازاي ان انا مشيت على الست خطوات بتوعي في البايب لاين عشان اقدر اوصل الى موديل. احنا بقى هنبدا نعمل حاجه شبه كده، تمام؟ هنبدأ نشغل نوت بوك، دي بنسميها يا جماعة نوت بوك، تمام؟ هنبدأ احنا نكرييت دلوقتي في العمل نوت بوك، وهنبدأ نكتب شوية كود ايه بايثون. طبعا انك ان احنا نعلم بايثون او ان احنا نشرح بايثون في الكورس دوت كان يمكن بياند السكوب بتاع الكورس، لكن والله يا جماعة حتى اللي ما يعرفش بايثون الموضوع مش صعب خالص. اه شوية ممكن تبقى متضايق من الكود لو انت بالذات بتشتغل ببروجرامينج لانجويجز تانية مختلفة، او حتى لو هي بالذات قديمه شويه زي جافا او زي سي بلس بلس او حاجه، لكن مش هتلاقي الموضوع بمنتهى الصعوبه ديت يعني. طيب انا هرجع بقى للعمل بتاعنا، انا هبعت لكم النوت بوك دي حاضر، يعني انا ممكن حتى سايبها لكم از اتش تي ام ال دلوقتي.
فين اكسبورت اكسبورت سيف اكسبورت از اتش تي ام ال، هبعتها لكم برده ك اتش تي ام ال عشان اللي عايز يتفرج عليها كده على طول ك اتش تي ام ال اهي نزلت عندي، وهبعتها لكم برده وهسيبها عندي برده كايه ك كنوت بوك. ثواني عشان بس منساش. طبعا الداتا ممكن تبقى اكسل وممكن تبقى سي اس في، ممكن تبقى كومبريسد زي ما احنا فيها دلوقتي كده، تمام؟ يعني في طرق كتير يعني للداتا يعني، وهتلاقي بايثون طبعا مليان لايبريز طبعا عشان تفك السي اس في فايلز والتاب سيبريتد فايلز، وتقرا وتعمل بارزنج لتكست فايلز، وكمان في لايبريز عشان تقرا صور وتعرض صور وكل حاجه. بايثون طبعا هتلاقيها غنيه طبعا باللايبريز ديت يعني. طيب تعالوا بقى نرجع، انا كده بس حبيت ان انا افرجكم كاوفر فيو، انا بس كنت يعني حابب بس ان انتوا تتفرجوا على الدنيا كده كست خطوات احنا عملناهم ازاي، وقدرنا ان احنا من شويه الجرافز اللي احنا بنرسمها دي قدرنا نتوقع شويه اخطاء في الداتا عندنا وازاي قدرنا ان احنا نعالجها. هنروح بقى للعمل بتاعنا، ادي اي دبليو اس اديوكيت، لو سمحتوا هنختار من هنا لاب ونختار من هنا ماشين ليرنينج، هيطلع لي اللاب ماشين ليرنينج فاونديشن، هندوس عليها هنقول له كونفيرم انجليزي، هنشتغل بقى مع بعض يا جماعه. هنروح لموديولز، هنختار من موديولز جوبيتر نوت بوك لاب، طبعا دي كلها الباقي ده كله فيديوهات، تمام؟ ممكن طبعا تسمعوها وتتفرجوا عليها، يعني هيقول ممكن اللي احنا قلناه دوت تاني ممكن يكون بشكل اكتر شويه او اقل شويه. طيب حاضر يا دكتور منار، نحاول نظبطها. حاضر. وبعد كده هنعمل لود جوبيتر نوت بوك لاب ان نيو ويندو، طيب ايه بقى اللي احنا هنعمله في اللاب بتاعنا هنا؟ ايه الخطوات اللي احنا هنعملها؟ احنا هنعمل خطوات بسيطة. اول حاجة هنفتح نوت بوك انستنس، وهنكرييت نوت بوك، وهنكسبورت النوت بوك بتاعتنا على هيئة HTML. دول الثلاثة التاسكس اللي احنا هنعملهم دلوقتي مع بعض. هرجع تاني للبراوزر بتاعي، نبتدي بقى ستارت لاب. انا الحمد لله هو اللاب بتاعي اتعمل له ستارت، هبدأ ايه ادوس AWS. احنا اتفقنا لو طلعت لك الايرور دوت هنيجي عند كلمة to log out click here، فهنيجي هنا وندوس click here، وهرجع تاني ادوس هنا هو AWS. طيب حاضر يا دكتور ليلى، هشوف مع حضرتك. حاضر. طيب هنخش على سيج ميكر، تمام؟ هتلاقيه في الريسنتلي فيزيتد، او هتلاقيه لو انت عامل له هنا هو شورت كات، او ممكن تكتب هنا هو سيج ميكر. ايه سيج ميكر يا جماعه؟ سيج ميكر هو اي دبليو اس سيرفيس المختصه بالماشين ليرنينج، هي بتشتغل معانا اللي انا بسميها اند تو اند، يعني بتشتغل معاك من اول ما بنبدا نعمل لود للداتا بتاعتنا، ونبدا نعمل لها فيتشر انجينيرنج، ونبدا نترين الموديل، ونبدا نيفالويته، ونعمل له تيوننج وديبلويمنت. كل ده عندنا تول واحده هي اللي بتعمل كل ده مع بعضه، اسمها الايه؟ السيج ميكر. عشان ابدا اكسس النوت بوك زي ما احنا شفنا مع بعض في النوت بوك، هروح هنا في سيج ميكر على الكولوم اللي على الشمال ده، هفتح من هنا نوت بوكس، هفتح نوت بوك انستنس، وهلاقي هنا في نوت بوك اوريدي معموله لي جاهزه هنا اهو،
هفتح هنا اهو، تعالى بقى نمشي مع العملي. العملي هنا بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا ستارت لاب ودوس على اي دبليو اس، وبعد كده روح لنوت بوكس، افتح نوت بوك انستنسز، وافتح اوبن جوبيتر. فهاجي هنا هفتح هنا اوبن جوبيتر، حاضر دكتور اسماعيل، معلش انا مش فاهم السؤال قوي، فمعلش اديني بس فرصة نخلص العملي واجاوب على حضرتك على السؤال. حاضر. مش شغال. هو حضرتك اول مرة ولا اشتغلت عليه قبل كده؟ اه، ما هو معلش ممكن انتوا العملي بس بتاعكم هياخد شوية وقت. طيب هنبدأ نكرييت اول نوت بوك، فهنبدأ نختار نيو في الابر رايت، اند ذن تشوز كوندا بايثون 3 ديت الكيرنل اللي انا هشتغل عليها. بعد كده بيقول لك خد بالك بقى في المنيو هتلاقي فايل واديت وفيو سيل وكيرنل وهكذا، فهاجي هنا هختار نيو، ومن المنيو دي هختار كوندا بايثون 3. طيب حاضر دكتور اسماعيل، حاضر يا جماعة، اللي عنده مشكلة في الاكونت بس معلش اديني بس دقايق اخلص العملي وهكون معاكم. حاضر. هرجع هنا هو التاني بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي اول حاجة عشان تغير النوت بوك، اسم النوت بوك هتكتب هنا هو ماي لاب نوت بوك، هاخد الاسم ده معايا كوبي، وهاجي هنا في النوت بوك هدوس على الاسم ده، وهغير اسم النوت بوك بتاعتي اعمل لها رينيم. ممكن بقى نفتح كده اهوت الاتنين ويندو جنب بعض. بعد كده بيقول لك في اول سيل اكتب البرنت هلو جوبيتر. هنا بقى احنا هنبدأ نكتب الايه الكود البايثون بتاعنا، وهنبدأ ندوس هنا ران، فهنلاقي ان هو عمل لنا برنت لكلمة هلو جوبيتر. بعد كده في نيو سيل هنبدأ نانتر الفولوينج برضو، بيقول لك جرب بقى انت الشورت كات، مش لازم تطلع فوق وتدوس ران، ممكن انك انت بتدوس شيفت انتر. ندوس شيفت انتر هنا اهو، فبرضو اتعمل لها ران واتكتب هنا اهو. بعد كده بيقول لك خد السطرين دول واعمل لهم ران، هتلاقي ان السيل وهي بيتعمل لها ران هتلاقيه هنا هو بيبقى فيه علامة استريك، لما بيخلص بيكتب رقم، لكن وهي بترن بيبقى فيه هنا علامة ايه استريك. فهنا انا بخليه يستنى 10 ثواني، ففي خلال ال10 ثواني السيل لسه ما خلصتش فكانت استريك، لما خلص حولها الرقم ايه 3. بعد كده بيقول لك انت ممكن تعمل شوية اوبريشن، هنحطهم هنا برضو ونعمل لهم ران. فهنا عملنا شوية اوبريشن من على النوت بوك بتاعتنا. بعد كده بيقول لك لو انت عايز تكتب شوية نوتس، لو خدتوا بالكم النوت اللي انا كنت شغال عليها كان فيه شوية كومنتس وبكتب كومنتس، لانك انت بعد فترة ممكن تنسى النوت بوك دي كانت بتعمل ايه، او انت كنت بتعمل السطر ده ليه، فبتبقى ساعات عايز تكتب كومنتس لنفسك وانت ماشي تفكرك اه خد بالك ان انا هنا اكتشفت ان في ميسنج فاليوز، هنا خد بالك انا اكتشفت ان في اوتلايرز، هنا خد بالك ان انا اكتشفت ان في كذا، فبتبقى عايز تكتب كومنتس لنفسك، او لو في حد زميلك بيشتغل معاك برضو بتبقى انت عايز تكتب له ايه كومنتس. هنكتبها ازاي؟ قال لك هناخد اهو مثلا الجزء ده كده هنعمل له كوبي، عشان اكتب بقى كومنت هغير هنا، بصوا ده رايحه فين هنا اهو، هغير من الدروب داون دي بدل ما هي كود هخليها ايه مارك داون، وهعمل برضو رن للايه للسيل بتاعتي. فده بيطلع على هيئة ايه كلام بالشكل دوت لو انت عايز تكتب كومنت لنفسك او كومنت لزميلك. وبيقول لك كمان بيكون عندنا هيدرز لو انت عايز تعمل تايتلز بشكل معين، فبصوا هنا مثلا هاش هيدر 1، 2 هاش هيدر 2، بصوا الفرق هنا. بس طبعا ديت لازم ما ننساش نغيرها تبقى مارك داون، وهنعمل لها رن. فكتب هيدر 1 بخط كبير، هيدر 2 بخط اصغر، 3 اصغر، و4 اصغر، وهكذا.
لو عايز تعمل اللي هو البولتس اللي هو ايتمز، يعني عايز تعمل ايتمز فبتحط قبلها علامة الداش. هنا احنا حاطين علامة داش، وبرضو هنا هحولها الماركت داون ونعمل لها ران. فبصوا طلعت نوت على هيئة ايه، بولتس كده. بيقول لك لو انت مثلا عايز تكتب حاجة تبين لزميلك او تبين لنفسك انك انت هنا بتكتب كود، او عايز تفهمه ان هنا في كود، او مثلا انا كنت بجرب الكود الفلاني ما اشتغلش معايا فجربت الكود دوت فاشتغل، فهتكتب الكود بالمنظر ده. بصوا هيبقى شكله عامل ازاي. هيبقى طالع هايلايتد كده باللون الايه، الرمادي، فده معناه ان ده ايه، كود. فلو انت عايز تفرق ما بين كلام عادي زي مثلا هير از ماي تكنيكال ريبورت، او ما بين ان ده كود تقصد بيه كود، فبتحطه ما بين علامة ايه، تلاتة ايه داش دول مع التلاتة ايه ابوستروف دول. طيب لو انت عايز ترن حاجة على على الماشين، على الانستنس نفسها بتاعت النوت بوك، عايز ترن اي كوماند او اوبريتنج سيستم كوماند، فممكن ان انا مثلا اعمل ليست اهو، مفيش مشكلة، عمل لي ليست للحاجات اللي موجودة على الدايركتوري اللي انا عليه. لو انا عايز اكتب اكتر من كوماند كمان ورا بعض، ممكن اعمل دوت باستخدام ايه، الباش اهو. هقدر ان انا ارن اكتر من كوماند على الاوبريتنج سيستم من جوه النوت بوك ايه بتاعتي. بعد كده بيقول لك لو انت عايز تتعلم، احنا لما جينا نعمل ران عملنا شيفت انتر عشان اعمل ران. لو انت عايز تتعلم كل الشورت كاتس الافيلابل على النوت بوك، فهتدوس على الايكون ده، ده بيظهر لك ان هو كل الشورت كاتس اللي انت ممكن تستخدمها على النوت بوك ايه بتاعتك. طيب ممكن بعد ما انت بتخلص شغلك عايز مثلا توري حد النوت بوك ديت والشغل اللي انت عملته، بس مش عايزه يرن النوت بوك، ممكن يبقى راجل مش تكنيكال فمش عايزه يرن ايه نوت بوك، فبتيجي تعمل له كده فايل، بعد كده بتعمل له داونلود اس، وبعد كده بتختار اتش تي ام ال. هتلاقيه ان هو اتفتح لك الاتش تي ام ال، عمل لك داونلود، افتحها معاكم اهو. بصوا ده شكل النوت بوك بتاعتي معمول لها ران على هيئه ايه، اتش تي ام ال، مش على هيئه بقى سيلز وبعمل لها ران، لا على هيئه كومبليت ايه، اتش تي ام ال. فده ازاي ان انا باكسبورت النوت بوك تو اتش تي ام ال. وبكده نبقى احنا خلصنا العملي بتاع النهارده. اه سيج ميكر، لا سيج ميكر بقى مش زي كولاب، لا سيج ميكر اكبر من كولاب بكتير. كولاب بس مجرد ان هو نوت بوك، لكن دكتور حسناء خلاص سيج ميكر او كولاب بيديكي بس نوت بوك تمام بشويه فيتشرز مختلفه على النوت بوك. لكن لو احنا بصينا هنا مع بعض على سيج ميكر، فين سيج ميكر؟ ادي سيج ميكر تمام. هنا انا قدرت مثلا اعمل نوت بوك تمام. هنشوف ان شاء الله ممكن اعمل لكم برضو حاجه لبكره تمام. هنا هو ازاي اقدر اعمل تريننج، ممكن اعمل تريننج من غير ما استخدم نوت بوك على طول، ازاي ان انا اقدر اعمل ديبلويمنت واعمل انفيرنس كمان، ازاي ان انا ارن هايبر بارامتر تيونينج اهو، اقدر اشغل تريننج جوب واقدر اشغل هايبر بارامتر تريننج جوب. فهو مش زي، مش مجرد نوت بوك، هو ماسك سايكل من اولها لاخرها، من اول ما ببدا اخد الديتا واحطها على نوت بوك واطلع الديتا واقدر اعمل ديبلويمنت واقدر اعمل هايبر بارامتر تيونينج، كل ده السيج ميكر ماسك السايكل دي كلها من اولها لاخرها، مش بس مجرد نوت بوك. كود ستاندرد الايه؟ طبعا في طريقه معينه لكتابه البايثون كود طبعا. ما فيش لاب لان احنا ازاي نستخدم سيج ميكر، يعني سيج ميكر، لكن ان شاء الله انا بكره باذن الله، انا كده عشان حتى يعني في جزء في البرزنتيشن سبته لبكره باذن الله، بحيث ان احنا بكره ممكن نتكلم شويه على سيج ميكر والفيتشرز اللي موجوده جوه سيج ميكر. ازاي فتحت النوت بوك؟ انا جيت على هنا اهو، على اخترت من سيج ميكر، اخترت من هنا نوت بوك، وبعد كده دخلت على نوت بوك انستنسز. هنا هتلاقي حضرتك في انستنس اوريدي شغاله ليكي، هندوس من جنبها هنا
اوبن جوبيتر من الحته دي كده، هندوس اوبن جوبيتر. اه طبعا ممكن ممكن، بس دكتور هشام برضو حضرتك بتسال اذا كان في جي بي يوز للنوت بوك دي ولا لا. اه طبعا في، بس الحاجه الكويسه في السيج ميكر ان انا اقدر اشتغل انا على النوت بوك براحتي من غير جي بي يوز ولا اي حاجه، مجرد ان انا بعمل شويه ديسكريبتيف اناليسيز، ولما اجي اعمل تريننج اشغل ساعتها انستنس يبقى فيها ساعتها جي بي يو. الاول بس خليني اوريك ازاي ان انا اقدر اعمل نوت بوك فيها فيها جي بي يو. انا هاجي هنا على كرييت نوت بوك اهو، هنا بدي اسمي للانستنس بتاعتي، وهنا الانستنس تايب اللي انا هشتغل عليه. وده بقى الفايده ان احنا كنا بندرس مع بعض الانستنس تايبس. فلو انا مثلا ادي كومبيوت اوبتمايز، دي كلها انستنسز للكمبيوت اوبتمايز، دي كلها انستنسز ميموري اوبتمايز، وادي الاكسلريتد كومبيوتنج، دي كلها هنا اهو، دي كلها انستنسز لايه؟ فيها جي بي يوز. طبعا حضرتك تقدر ترجع للدوكيومنتيشن عشان تعرف بقى كل واحده من دول فيها كام جي بي يو معاك، وايه نوع الجي بي يو اللي موجوده. ده لو انت عايز جي بي يو على النوت بوك بتاعتك، لكن انت مش محتاج ده. ليه؟ لان انا ممكن اعمل الديسكريبتيف اناليسز والداتا فيجواليزيشن على النوت بوك من غير جي بي يو، وبعد كده لما اجي اشغل التريننج ابقى ساعتها اشغل انستنس فيها جي بي يو. لان النوت بوك انت بتقعد عليها كتير، انت قاعد عمال تتفرج وتبص على الداتا وبتاعه كده، فانت ممكن تقعد عليها كتير. انما التريننج خلاص وقت التريننج يخلص ومش عايز الجي بي يو دي، يروح قافل لك المكنه اللي عليها الجي بي يو. ده طبعا ممكن يوفر لك فلوس كتير. معلش في دكتور فريد، معلش ايه اللي بيحصل في العملي ده؟ في العملي the one I got is pending and got no access. معلش ده فين؟ اشتغلت؟ طيب هي دكتور سارة، after opening the notebook instance I don't find any sage maker available, I got an error message. لا غالبا الايرور مسج لان غالبا حضرتك فتحتي حاجه مالكيش بيرميشن عليها في اللاب. لكن لو حضرتك رحت للنوت بوك انستنسز حضرتك هتلاقي في نوت بوك شغاله اوريدي، حضرتك تقدري تدوسي اوبن جوبيتر من هنا. اه دي بقى نقطه مهمه يا جماعه، عشان برضو ايه الناس خايفه من اي دبليو اس علشان الحاجات بتاعت الريسيرش والكلام دوت. تمام، احنا يا جماعه هيكون في ان شاء الله معانا سيشن هنتكلم فيها عن الاي اي او الامبارك اي اي، وهنتكلم على الريسيرشز وعلى على الجزء بتاع الريسيرش وممكن نقدم لكم ايه. الحاجه الثانيه المهمه اللي عايز اوضحها لكم ان شاء الله برضو اكاديمي هتلاقوا عليها ليرنر لاب. الليرنر لاب ده مفتوح وتقدروا تستخدموا عليه سيج ميكر، وهتقدروا تعملوا عملي، وجواه عملي كتير جدا، هو نفسه جواه عملي كتير جدا جدا لسيج ميكر، وتعرفوا وتشتغلوا عملي كتير على سيج ميكر. من ضمن الحاجات برضو ان يا جماعه لو سمحتوا اشتغلوا بالفري تير. انا بس خلوني ابين لكم هنا كده حاجه، ده كده جوجل اي دبليو اس سيج ميكر فري تير. ادي سيج ميكر، ادي سيج ميكر فري تير از فري تو تراي، يو كان جيت ستارتد فور فري، يور فري تير ستارتس فروم ذا فيرست مانث وين يو كرييت يور فيرست سيج ميكر ريسورس، ذا ديتيلز اوف فري تير. اي بص يا جماعه، بيقول لك اول حاجه ان اول ما تعمل اكونت على اي دبليو اس واول مره تدخل على سيج ميكر انا هديك شهرين ببلاش، هديك شهرين ببلاش. طيب ايه الحاجات اللي ببلاش؟ هتقدر تستخدم المكان دوت، هتقدر تستخدم الاستوديو، هتقدر تستخدم النوت بوكس، هتقدر تستخدم الار استوديو لو انت بتشتغل ار مش بايثون. هنشوف بقى حاجات تانية فيتشرز بكره زي الداتا رانجلر والفيتشر ستور والتريننج، كل ده كل دي حاجات فور فري، كل ده فور فري اول شهرين يا جماعه، لو سمحتوا اشتغلوا بيهم. صدقوني يا جماعه انا اول ما بدات اشتغل اي دبليو اس انا الفري تير دي انا فاكر ان انا قعدت
فترة طويلة جدا بتعلم على الفري تير وبشتغل بالسيج ميكر على الفري تير، واشتغلت اول شهرين بتوع السيج ميكر تقريبا فهمت سيج ميكر من اوله لاخره من خلال الشهرين دول. وعايز اقول لكم ان انا اول سنة، انا فاكر كويس قوي، بس انا عشان كنت كلاود وماشين ليرنينج الاثنين، انا فاكر كويس قوي يا جماعة ان انا دفعت $5 عشان مرة نسيت حاجة بالغلط مفتوحة. يعني انا اللي كنت غلطان وما كنتش عامل بادجت وما كنتش عامل الارم عشان يبعت لي الارم، ففوجئت ان في اول الشهر انا دفعت $5 بالغلط. انا بس عايز اوصل لكم ان الفري تير دي انتوا ممكن تعملوا حاجات مرعبة بالفري تير دي. اول حاجة. الحاجة التانية هيبقى عندك ان شاء الله اكاديمي هتقدر تجرب عليها. اعتقد برضو ان في الجزء بتاع الاي اي امبارك والحتة دي، اعتقد برضو باشمهندس محمد يوسف هيقول لكم برضو على طرق تانية علشان خاطر تشتغلوا على حاجات اكتر في الاي اي فور فري. فلو سمحتوا ما تقلقوش من حتة الموضوع الفري ومش الفري والكلام ده، يا صدقوني هتتعلموا كويس قوي بحاجات بسيطة جدا جدا جدا. انا بس يعني مش عايز بس اقول حاجة وتطلع مش مظبوطة، بس يعني انا عارف ان في حاجات بتتظبط عشان برضو تشتغلوا انتم براحتكم خالص خالص، وما تقلقوش من حتة الفلوس دي ان شاء الله. manipulation data is there any different in the manipulation of different data like biomedical data؟ لا حضرتك دكتور تامر، لو البايوميديكال داتا هي عباره عن كولومز وروز اتس اوكي، احنا شفنا ازاي في المثال ده وبنتعامل بكولومز وروز. لو هي عباره عن صور، طبعا في ان احنا نقدر ان احنا نعرض على البايثون نوت بوك ديت، نقدر ان احنا نقرا صور ونعرض صور وهكذا. اما بالنسبه برضو لو حضرتك بتتكلم على حاجه زي الداتا ليبلنج او كده، ده ان شاء الله بقى الجزء اللي احنا هنتكلم عليه بكره. ازاي اي دبليو اس عندها سيرفيسز تانية بتخدم على الاي اي؟ هو الاي اي مش مجرد نوت بوك يا جماعه. طب لو انا عندي داتا وعايز اعمل لها ليبلينج، عندي 1000 صوره 2000 صوره وعايز اعمل لهم ليبلينج، وما عنديش المان باور اللي يقدر يعمل لي ليبلينج للكلام ده كله، اتصرف ازاي؟ هل اي دبليو اس ممكن تساعدني في الكلام ده؟ عندنا حاجات ممكن تساعدك في الكلام دوت. فالبايوميديكال داتا اتس داتا في الاخر. طب دكتور اسماعيل، المشكلة اتحلت ولا لسه بتاعت educate account؟ دكتور وائل، can AWS after starting training calculate the optimal resource in to train my model؟ تقصد تقول ان الماشين مثلا دكتور وائل اشتغلت قد ايه، كان الكوست بتاعها قد ايه في التريننج بروسيس او كده، هل ده قصدك؟ لو ده قصدك طبعا انا عندي في سيرفيس اسمها كلاود مونيتور بتقدر تديك كل المعلومات ديت، وكمان عندي الكوست اكسبلورر في اي دبليو اس بيقدر يقول لك المكنه دي اشتغلت قد ايه وكان الكوست بتاعها كام بالظبط وكلفتك كام بالظبط. طبعا طبعا. انا حاضر، حابب هشير مع حضرتك دكتور هشام سيج ميكر توتوريالز. طبعا حاضر حاضر. دكتور داليا، اعتقد احنا جاوبنا السؤال دوت، الفرق ما بين كولاب وما بين سيج ميكر. سيج ميكر اكبر من كولاب، هو مش مجرد نوت بوك. وان شاء الله بكره يا جماعه باذن الله يعني هنعمل كده برضو ديمو سريع على السيج ميكر والسيج ميكر ستوديو، وازاي ان انا اشوف فيتشرز تانية. يعني عايز اقول لكم ان احنا بكره ممكن نعمل ال6 خطوات اللي احنا عملناهم النهارده بالكود، انا ممكن اعملهم بكره كلهم في سيج ميكر من غير ما اكتب اي كود خالص. الار والبايثون دول عباره عن تو ديفرنت لانجويجز، يمكن ار استخدمت في الاول علشان خاطر الجزء بتاع الماشين ليرنينج او الداتا اناليسيس بمعنى اصح، وبعد كده بايثون ده لغه تانية بنقدر ان احنا برضو نعمل بيها نبني بيها ماشين ليرنينج. تو ديفرنت لانجويجز يعني الاريح لك استخدميه. يعني بايثون طبعا مشهوره اكتر شويه. What do we choose in the modules؟ هنختار الجزء اللي مكتوب فيه جوبيتر لاب. هنختار اللي مكتوب فيه جوبيتر لاب.
اهم حاجه دكتور ايمان بتسال احنا ازاي في اي دبليو اس افويد بيينج، ان احنا نقفل الريسورسز. يعني مثلا انا في الاكونت بتاعي دلوقتي غلطان، ده الاكونت الشخصي بتاعي تمام، انا معلش بس هعمل ساين ان تاني عليه، ده اللاب، فانا هخرج من اللاب وهروح للاكونت بتاعي عشان اوري حضرتك كده انا بدفع دلوقتي فلوس. يعني انا حاليا بدفع فلوس ليه؟ عشان انا النوت بوك بتاعتي شغاله. لو انا رحت دلوقتي لسيج ميكر، ادي اهو النوت بوك بتاعتي، حضرتك شايفه النوت بوك بتاعتي دي دلوقتي ان سيرفيس. ان سيرفيس دي يعني في اي سي 2 انستنس شغاله، معمول انستوليشن للنوت بوك عليها، فهي دلوقتي ان سيرفيس. المكنه دي دلوقتي شغاله اهو من تايب تي 3 ميديوم، هي دي الانستنس اللي شغاله دلوقتي. فالمفروض ان انا اروح معلم عليها بعد ما خلصت شغلي، اعمل لها ستوب كده اهو، يبقى كده هو هتبدا ايه يحصل لها ستوبينج. بعد ما تبقى ستوب يبقى انا كده ما بدفعش فلوس الانستنس، بس ستيل لسه بدفع فلوس الايه الاستورج بتاعتها. زي ما اتفقنا الستوب بيخليني ما بدفعش ثمن الكمبيوت باور، بس بدفع ثمن الايه الاستورج. عايز بقى ما ادفعش حاجه خالص، ليه بس توصل لستوب، بعد ما حضرتك بس توصل لستوب حضرتك هتدوسي اكشنز، هتلاقي ديليت دي اتفتحت لك، هتدوسي ديليت يبقى هي كده هتتمسح تماما، مش هندفع بقى ولا ستورج ولا كومبيوت. موضوع البادجات والشير ليها بصراحة دكتور، يعني دكتور ليلى انا مش فاكر قوي من على اديوكيت كانت بتتعمل ازاي. طب معلش انا استأذنكم بس اشوف بس على الاكاونت بتاعي انا، اصل هي انا بس المشكلة ان انا عندي في تراست اصلا ما بين اي دبليو اس وما بين كريدلي. هو مش في اول مرة؟ طب حضرتك معلش حضرتك جربتي تعملي اكاونت على كريدلي؟ وفي عند حضرتك اكونت على كريدلي؟ اه الشير بيجي من كريدلي بالظبط، ما عشان كده بسأل حضرتك في اكونت على كريدلي. طيب ما هو لو في اكونت على كريدلي هو بيسألك لو انت عايزه تعملي تراست من اي دبليو اس، مجرد انك انت بتعملي التراست ده مره واحده خلاص اي بادج بيطلع لحضرتك على اي دبليو اس اوتوماتيك على طول بيروح لكريدلي على طول اوتوماتيك، مجرد انك بتعملي اول مره تراست. كان اي دبليو اس كان اي دبليو اس بريديكت ذا ريسورس ماي موديل نيد فور تريننج تو افويد اكسترا بيينج. لا في الحته بتاعت التريننج لا، المفروض ان حضرتك اللي بتحدد الريسورس بالظبط اللي انت محتاج لها. لو عملنا ستوب دكتور ايمان، لو احنا عملنا ستوب للسيرفيس اللي هو النوت بوك من غير ما نعمل لها ديليت، مش هندفع ثمن الكمبيوت بس هندفع ثمن الاستورج، على حسب بقى الاستورج قد ايه، مثلا 1 جيجا 2 جيجا 3 جيجا تمام، بندفع ثمن الاستورج. لكن لو حضرتك مش عايز تدفعي حاجه خالص لازم تعملي لها ديليت بعد الستوب زي ما وريت لحضرتكم دلوقتي. طب دكتور ليلى ظهر عند حضرتك بعد ما عملتي تراست دوت، حد لسه عنده مشكلة في العمل يا جماعة؟ في حد لسه الانستنس ما اشتغلتش او في حد عنده مشكلة؟
طيب دكتور سامي بيسأل برضو ايه فايدة ان انا ارن ان انا ارن جوبيتر جوه سيج ميكر عن ان انا ارنه على اناكوندا. هي اناكوندا هي عبارة عن شوية تولز بتديك ليها شورت كاتس وبتمانج الانستوليشن والفيرجننج بتاعتها. لكن سيج ميكر يا جماعة هو مش مجرد نوت بوك، هو مش مجرد نوت بوك. معلش يمكن بكرة شوية الموضوع ده يوضح شوية، ان انا هاخدكم كده شوية في تور على سيج ميكر، هتعرفوا ان سيج ميكر مش مجرد نوت بوك. انا اخترت فيتشر واحده بس، احنا النهارده اشتغلنا على فيتشر واحده بس في سيج ميكر، اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا ارن النوت بوك. انا ممكن اعمل تريننج من غير ما استخدم اي نوت بوكس خالص. انا ممكن اشتغل بالاوتو بايلوت بتاعه اللي هو الاوتو ام ال. انا ممكن ارن هايبر بارامتر تيوننج من غير نوت بوك اصلا. ممكن ارن تريننج جوبس من غير نوت بوك. عندي جراوند تروث اللي انا اقدر اعمل ليبلنج للديتا باستخدام جراوند تروث. عندي بقى كمان جواه في فيتشر كمان اسمها سيج ميكر ستوديو. سيج ميكر ستوديو ده بقى مشكلة تانية. ده مثلا عنده مثلا تولز ان انا اقدر اعمل ديباجنج جوه الديب ليرنينج او جوه النيورال نتوركس بتاعتي. عندي فيتشر مثلا اكسبيرمنت، احنا النهارده عاملين نقول تجارب، انا بعمل التجربة وبجرب موديل وبشوف الاوتبوتس بتاعته، بعد كده جربت موديل تاني، بعد كده جربت موديل تاني ببارامترز مختلفة او بهايبر بارامترز مختلفة. انا ممكن اعمل 30 40 تجربة. طب انا ممكن اجي في وقت ما انا عايز اشوف التجربة الاولانية دي انا مش فاكر كنت عملت فيها ايه، او التجربة التانية. فعنده حاجة اسمها اكسبيرمنتس، انت بتحط كل التجارب دي في حاجة اسمها اكسبيرمنتس وتقدر ترجع لاي واحدة فيهم في اي وقت. عندي حاجة اسمها داتا رانجلر. الداتا رانجلر دي مثلا ان انا اقدر اعمل فيتشر انجينيرنج باستخدام ويزردز، مش محتاج ان انا اكتب كود بايثون اصلا عشان اهندل الميسنج فاليوز والاوتلايرز والوان هوت انكودنج او الكاتيجوريكال انكودنج. كل ده اقدر اعمله باستخدام ويزردز، مش محتاج اصلا نوت بوكس خالص. فاحنا النهارده ما شفناش غير حاجه واحده من وسط فيتشرز كتيره موجوده جوه السيج ميكر ستوديو. حاضر، ايش الايميل بتاع السبورت؟ دوت الايميل بتاع السبورت. لو دكتور فيروز حضرتك بتشتغلي على اللاب، لو حضرتك بتشتغلي على اللاب وعملتي ستوب وهو مرضيش يعمل ستوب ومش عايز يعمل ديليت، ده ممكن من اللاب، اللاب نفسه بيمنعك انك تعملي ديليت. ده ممكن يحصل في اللاب لان انت ما بيكونش ليكي فول بيرميشن على الاكونت في اللابس. مجرد انك انت لو خلصتي حضرتك دوسي اند لاب وكده تمام، ما فيش اي مشكله خالص. Can you please or reshare this؟ انا خلاص عملت ريشير للسبورت ايميل. يا جماعة لو انتوا جيتوا تعملوا ديليت للنوت بوك من على اللاب، اللاب ممكن ما بيكونش ليكوا بيرميشن على كل الفيتشرز او على كل الاكشنز. انا لما عملت ديليت من على الاكونت الشخصي بتاعي عشان كده رضي. لكن لو انا جربته من على اللاب برضو ممكن ما يرضاش، لان احنا في اللابس ما بيكونش لينا بيرميشن على كل الاكشنز. احنا بيبقى بس البيرميشنز اللي واخدينها هي البيرميشنز اللي على قد اللاب بس. في الليرنر لاب بقى ان شاء الله لما نروح لاكاديمي باذن الله هيبقى الموضوع معاكم مفتوح شويه ان شاء الله. انتوا يا جماعه كده كده ما بتدفعوش فلوس في ايديوكيت، ما تقلقوش. معلش الفوكال بوينت في اي دبليو اس اكاديمي از ات افيلبل اكونت فور تيتشنج ستاف فور اونلي 1 يير؟ هو انا مش عارف بالظبط حضرتك تقصدي ايه بلايسنس، لكن هو تيتشنج بلاتفورم طبعا. يعني حضراتكم بعد كده بتاخدوا بيرميشن على ايديوكي على اكاديمي ان انتوا تبقوا حاجه اسمها ايديوكيتورز. الايديوكيتورز ده بتقدروا تكريتوا كلاسز، بتقدروا تضيفوا طلبه، تقدروا تشوفوا انتوا العملي، تقدروا تقيموا الطلبه، النولج تشيك اللي بيحلها الطلبه بتقدري حضرتك تشوفوا الدرجات بتاعتهم وكل واحد خلص ايه وعمل ايه. الفاليديتي بتاعتها يعني، هستأذن حضرتك معلش هنرجع للدكتور محمد يوسف.
باشمهندس محمد يوسف هو بيكون ادرى مني في الجزء بتاع اللايسنس والفاليديتي بتاعت الاشتراك دي. دكتور اسماء، استاذن حضرتك نرجع لايه، باشمهندس محمد يوسف. دكتور عبد الرحمن، احنا قلنا ان في العملي مفيش مشاكل خالص، ممكن النوت بوك ما يكونش ليك بريميشن بس. ايوه يا فندم. دكتور اسلام، ايوه، اي دبليو اس اديوكيت مجاني تماما يا جماعه، مجاني تماما. انتوا اصلا ما حطيتوش اي ديتا على اي كريدت كارد او حاجه، ما تقلقوش، مجاني تماما. معلش انا شايف بس في كذا مشكلة. دكتور محمد ابو عاصي، اتمنى اكون بنطقها صح، دكتور محمد ابو عاصي، ايرور مسج وين اوبننج سيج ميكر انفاليد سيجنتشر اكسبشن. حضرتك لو ممكن بعد اذنك تشير تشير بس السكرين اشوف بس الايرور بعد اذنك. AWS Academy account is it available every year؟ يا فندم، اعتقد هتبقى available every year، يعني ما انا ما اعرفش ان ليها validity معينة، احنا شغالين عليها بقالنا قد كده يعني، بس يعني لو في حاجة بالاخص في الحتة دي حضرتك تحب تسأليها، استأذن حضرتك معلش ترجعي للمهندس محمد يوسف. طيب هو احنا كده يا جماعة، طبعا احنا خلصنا، اللي عايز يتفضل يتفضل، انا بس قاعد بجاوب بقية الأسئلة مش اكتر. يوزر از نوت، معلش يا جماعة. طب معلش انا همشي كده بسرعة، الناس اللي عندهم مشاكل خلاص بالترتيب كده. دكتور محمد ابو عاصي، استاذن حضرتك معلش تعمل لي شير سكرين. دكتور محمد ابو عاصي، طيب معلش يا جماعة عشان يبقى الموضوع أسهل بالنسبة لي ويكون مرتب أكتر، لأن أنا كده تايه في الشات بصراحة. طبعا الأسسمنت مطلوب في آخر الكورس لو حضرتك عايز تاخدي البادج. معلش يا جماعة اللي عنده أي مشاكل في العملي أو في الأكاونت دلوقتي هستأذنكم معلش يعمل ريز هاند عشان بس نمشي بالترتيب كده، كل واحد يعمل شير سكرين معايا وأشوف الإيرور بس. دكتور مصطفى عباس، استاذن حضرتك تعمل لي شير سكرين وحضرتك طيب دكتور مصطفى، استاذن حضرتك تعمل شير سكرين او لو عايزني اعمل لك انميوت تاني حضرتك قول لي، او عايز تكتب مشكلتك او تعمل لي شير سكرين اشوف المشكلة بس. دكتور مصطفى عباس، دكتور مصطفى، طب اعمل حضرتك انميوت دكتور مصطفى. طيب ماشي اوكي، اتفضل حضرتك. يا جماعة الناس بس اللي تبقى معانا هم الناس اللي عندهم مشاكل في الاكاونت او مشاكل في العمل مش عارفين يعملوها. دكتور احمد، والله يعني على قد ما هنقدر هيكون النهارده ان شاء الله باذن الله، يعني ادعي لنا كده ان شاء الله باذن الله النهارده بالليل او بكره الصبح بكتير جدا باذن الله هيكون كل حاجه عند حضراتكم باذن الله. ايوه يا دكتور اتفضل، احنا شايفين الشاشه بتاعتك يا دكتور. لا حضرتك كده هتلاقي في ايميل مبعوت لحضرتك ان الاكاونت بتاعك اتعمل له ابروفال، بس حضرتك ما دخلتش عملت فيريفاي للايميل وعملت سيت لليوزر نيم وباسورد.
المفروض ان في كده ايميل مبعوت لحضرتك قال لك ان الاكونت ابروفد، وان حضرتك المفروض تدوس على لينك عشان تعمل الباسورد بتاعتك. حضرتك اشتغلت عليه قبل كده؟ طيب يبقى حضرتك معلش هستأذنك تعمل فورجوت باسورد وتعمل ريسيت للباسورد بتاعتك. ايوه من تحت هنا. واضح ان هو بيفيريفاي، فهو لقى منك اكتر من ريكوست. طب حضرتك معلش ممكن تتشيك الايميل بتاعك، ممكن يبقى هو بعت لك فعلا على الايميل. ايوه معلش ممكن هتلاقي فيه ايميل تاني، او ممكن يبقى بعت اكتر من ايميل. حضرتك ممكن تجرب الايميل التاني. انفاليد برضو. طب معلش حضرتك ممكن تريفريش بس الاوتلوك، ممكن يبقى فيه ايميلات تانية جت. ناخد دايما اخر واحد. ايوه ممكن حضرتك تريفريش الاوتلوك بس. ندوس على أول واحد. حضرتك معلش تجرب. أيوه كليك هير. أيوه طيب معلش انا هستأذن حضرتك تبعت لي بس الايميل بتاع حضرتك اللي بتلوجن منه على الميل بتاع السبورت. هستأذن حضرتك واحنا هنحاول نشوف المشكلة دي لحضرتك. حاضر شكرا يا دكتور. شكرا ليك. اشكرك يا دكتور. طيب دكتور سارة. دكتور سارة عباس اتفضلي يا دكتور. حضرتك تحبي اعمل لحضرتك انميوت او حضرتك تعملي شيرنج اللي يريحك. ايوه اتفضلي. لا معلش حضرتك هستأذنك هتعملي اند لاب وتعملي ستارت لاب تاني. اوكي اللي عندهم يا جماعة المشكلة دي معلش هيعملوا اند لاب ويعملوا ستارت لاب تاني. ده يا بس دكتور، العملي ما اشتغلش بشكل كويس. دكتور بعد إذنك أنا عملت كده برضو، بس هو طلع لي نفس الايرور. طلع لك نفس الايرور لما قفلتي وفتحتي اللاب تاني. طيب مش طيب هنعمل حاجة تانية. حضرتك معلش هتقفلي البراوزر بتاعك خالص، تمام. وبعد كده هتعملي خلاص حضرتك اقفلي كل الويندوز اللي عندك. ايوه افتحي بقى ويندو جديده خالص معلش عشان برضو نبقى متأكدين. حضرتك هتدوسي معايا على كنترول شيفت ان، كنترول مع شيفت مع ان. اوكي ايوه وبعد كده هنخش على ايديوكيت. على فكرة يا دكتور، انا برضو كان عندي مشكلة في اللاب اللي فات، وبعت ايميل للسبورت بس كان مختلف عن الايميل اللي حضرتك عملت له شير. مكنتش بلاقي برضو، مش عارفة استخدم الفليت مانجر ويطلع لي برضو. الفليت مانجر. طيب حاضر. طب انا اقول لحضرتك على طول دلوقتي. ماشي حضرتك دوسي لاب. ماشي اوكي تمام هو موجود على طول. حضرتك دوسي موديولز.
جوبيتر نوت بوك لاب. لا ما تدوسيش ستارت تاني، خلاص هو ستارتد، هو ستارتد. سوري. لا لا ما تدوسيش اند، ما تدوسيش اند، ما تدوسيش اند، ماشي ماشي دوسي اي دبليو اس. واتعبلتي ايه؟ ماشي ليف ستارت ريدي. اوكي حضرتك دوسي اي دبليو اس. معلش عايز اقرا الايرور اللي طالع ده. حاضر. دوسي نيكست. ايوه دان. هو على طول بيطلع ماشي لي برضو الايرور ده. ماشي ماشي مش مشكلة. اه ما هو ده مش مشكلة. حضرتك هتخشي على سيج ميكر. سكرول داون ليه كده؟ طيب معلش نفتح نوت بوكس. ايوه نوت بوك انستنس. طيب اساس بحرك معلش نعمل اند لاب. نعمل end lab. حاضر. هو في حد تاني قايل لي عنده نفس المشكلة؟ دكتور محمد أبو عاصي برضو. ماشي حد تاني يا جماعة عنده نفس المشكلة دي؟ طب حد عنده لسه مشكلة في اللاب أو في الانفايرمنت أو في الأكاونت؟ انا في الاكونت اه دكتور آية. طيب طيب حاضر حاضر دكتور آية. هو الطبيعي يا دكتور ان هو بيطول كده ولا؟ الحاجات اللي فيها سيج ميكر وكده بيطول جامد في الستارت وفي الاند، عشان هو بيكريت كلاود، بيبقى عنده حاجه اسمها كلاود فورميشن، بتكريت الانفايرمنت، بتاخد شويه وقت في الحاجات السيج ميكر بالذات. طيب حاضر يا دكتور ايه، هخلص بس مع الدكتور سارة وبكون مع حضرتك تاني. حاضر.
حضرتك بصيتي مفيش اي ايميلز جات لحضرتك من خلال الفتره اللي فاتت دي خالص اسمها your email is approved او حاجه، صح؟ يعني مفيش اي ايميل جاي لك فيه حاجه اسمها approved او كده؟ طيب حاضر ماشي. طيب استاذنك دكتور ساره معلش، جربي تقفلي الويندو ديت خلاص ودوسي ستارت لاب تاني. حاضر. طيب دكتور آية، لو دي مش أول مرة ممكن يبقى الفيريفيكيشن ميل ده اتبعت لحضرتك من فترة، يعني حضرتك كده معلش ممكن تعملي سيرش في الإيميل بتاعك على AWS Educate، ممكن يكون مبعوت لحضرتك من قبل كده. أشكرك. سوري يا دكتور، عطلت حضرتك، بس مش عارفة هو بيطول قوي لا كده. لا لا تحت أمرك تحت أمرك، ده دوري.
دكتور علاء، دكتور آلاء، دكتور آلاء، أنا آسف، دكتور آلاء، أنا يعني مش عارف أقرأ السؤال بالظبط، بس أنا تقريبا قادر أجمع حضرتك عايزة تقولي إيه. لو أنت معتمدة على أوبن سورس داتا، والداتا اللي عندك في الشركة بتاعتك أو في الجامعة بتاعتك أو في المؤسسة بتاعتك بتطلع فيها اختلافات عن الداتا اللي استخدمتيها في التريننج من الأوبن سورس داتا، نتائج الموديل بتاع حضرتك هتطلع غير دقيقة بالمرة. لازم يكون نفس السورس اوف داتا. يعني انا اديتكم مثال النهارده ان واحد بيترين الداتا على صور من الانترنت، ده مختلف عن الصور اللي هو بيعرف ياخدها من الماشين بتاعته او من الكاميرا بتاعته او من الدرون بتاعه، فبالتالي الموديل ما يطلعش نتائج كويسة خالص، لان الموديل لازم يكون بيتعامل مع نفس شكل الداتا اللي انت هتستخدميها فعليا في البرودكشن او في وقت البرودكشن. شكرا دكتور أحمد سامي، شكرا، أشوفك بكرة إن شاء الله يا دكتور. دكتور داليا، ما هو برضه احنا لسه في اللاب كرييشن، برضه بياخد شوية وقت، معلش. هو برضه معانا هنا لسه في اللاب كرييشن. بالنسبة إذا كنت عايز أعرف هل هيطبق أناليسز البيانات اللي عندي لو عايز أعملها ولا لأ، معلش دكتور آلاء، أنا مش سؤال مش فاهمه أوي. تحليل اللغات وتحليل الناتشرال لانجويج بروسيسنج دكتور اسلام ليه يعني ليه تكنيكس،
ليه تكنيكس وليه طرق احنا بنستخدمها مع الناتشرال لانجوج بروسيسنج، تمام؟ في طرق طبعا بنستخدمها، يعني ازاي ان انا ببروسس التكست بتاعي، ازاي ان انا اقدر احول التكست، ازاي اقدر احول التكست الارقام، ازاي ان انا ممكن مثلا بستخدم حاجه مثلا زي الباج اوف ووردز ده، ده لو للناتشرال لانجوج بروسيسنج، يعني ده لو انا فاهم صح. لو انا مثلا، لو حضرتك بتتكلم على المثال اللي احنا شرحناه النهارده، لا هو بيبقى حاجه اسمها وان هوت انكودنج، يعني انا مش عارف حضرتك تقصد ايه بالظبط. هل بتتكلم على تحليل الكلمات بصفه عامه في الناتشرال لانجوج بروسيسنج، ولا في المثال اللي احنا اديناه النهارده؟ لان ده بيشتغل بطريقه وده بطريقه. المعيار يا دكتور الاء ان انا ما استخدمش الماشين ليرنينج؟ لا دكتور ساره، غالبا كده في مشكله في اللاب على فكره، كده غالبا في مشكله في الانفايرمنت نفسها، لانه ما بياخدش طبعا الوقت ده كله. دكتور الاء، المعيار هل انا اقدر احل المشكله من غير ماشين ليرنينج؟ لو الاجابه اه، لو الاجابه اه، يبقى تعمليها من غير ماشين ليرنينج. طب دكتور محمد لو سمحت، لو ممكن حضرتك تشيل سكرين لو خلص عندك. لو حضرتك كنت معانا في نفس المشكلة وخلص عند حضرتك الريكرييت لللاب، يا ريت لو حضرتك كده تعمل شير سكرين او تجرب وتقول لنا على الاقل هو اشتغل ولا لا، لان لو اشتغل هيبقى غالبا خلاص مشكلة انفايرمنت يعني. تمام حضرتك، ممكن حضرتك تدوس اي دبليو اس. لا هو لو ممكن حضرتك تشير معانا الكروم كله، لان كده هيفتح نيو ويندو فاحنا مش هنبقى شايفين النيو ويندو. فهو ده المعيار يا دكتور الاء، ان احنا لو نقدر نحل المشكله من غير ماشين ليرنينج، لو نقدر نحلها باستخدام التراديشنال بروجرامينج لانجوج، نحلها باستخدام التراديشنال بروجرامينج لانجوج. ليه؟ لان الماشين ليرنينج بياخد وقت طويل وفي نفس الوقت بياخد مصاريف كتيره. بروجرامينج لانجوج طبعا بتكون ارخص واسهل واسرع. شكرا يا دكتور، شكرا جدا ليك. حضرتك دوست اي دبليو اس؟ دوس حضرتك اي دبليو اس. ايوه شكرا يا دكتور. حضرتك ممكن تدخل على سيج ميكر. برضه نفس المشكله. طيب ده غالبا مشكله في الانفايرمنت او مشكله في اللاب نفسه، فانا هستاذنكم في حاجه يا دكتور ساره ودكتور محمد، دكتور محمود محمد اسف، دكتور محمد ابو عاصي، هستاذنكم معلش، هتعملوا اند لاب انتوا الاثنين دلوقتي، وهستاذنكم ممكن تجربوا كمان ساعتين خلاص. دي غالبا في مشكله في الانفايرمنت بتاعت اللاب بتاعتكم نفسها. ايوه نعمل اند لاب، وهستاذنكم نستنى ساعتين وتخشوا من براوزر تاني، ما تخشوش من كروم. لو عندكم ايدج، مايكروسوفت ايدج او حاجه، تخشوا منه كمان ساعتين بس نكون اتاكدنا. اشتغل معاكم خلاص تمام، ما اشتغلش هستاذنكم بس تبعتوا لنا على الميل بتاع السبورت. ايوه لو سمحت، ليه كمان ساعتين؟ عشان لو بيعملوا حاجه في الانفايرمنت تكون خلصت، واتاكد كمان ان السيشن والكوكيز بتاعتكم كلها اتعمل لها اكسباير، لان هو ممكن برضو يبقى بيشاور على انفايرمنت مش موجوده او حصل مشكله في السيشنز ده. ف كمان ساعتين نتاكد بس ان السيشن تايم اوت، ونتاكد لو في مشكله في الانفايرمنت بس يكونوا عدلوها ان شاء الله. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وشكرا جزيلا ليكم، واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. في حد محتاج اي حاجه تاني مني؟ في اي مشاكل تاني؟ دكتور محمد ودكتور سارة معلش، بكرة أكدوا عليا إن الدنيا اشتغلت معاكم، يعني برضو بكرة بس فكروني كده أول ما أدخل إن شاء الله الدنيا برضو اشتغلت معاكم ولا لأ إن شاء الله. ماشي، أشكركم جدا جدا يا جماعة، وأشوفكم بكرة على خير بإذن الله. شكرا، شكرا دكتور سارة، شكرا دكتور محمد، شكرا لكم كلكم يا جماعة، أشوفكم بكرة على خير بإذن الله. سلام عليكم.